بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم احمد عبد الله. هنتكلم النهارده ان شاء الله في السيشن بتاعتنا عن الزيرو تراست في الهايبريد كلاود سيكيورتي مودلز. طيب احنا ان شاء الله المفروض ان السيشن بتاعتنا النهارده هي يعني تكنيكال ورك شوب شويه. هنتكلم فيها عن المبادئ الاساسيه بتاعه الزيرو تراست، ايه اصلا الكونسبت بتاع الزيرو تراست، وليه بنتعامل ان الزيرو تراست حاجه يعني ترانسفورماتيف شويه، ازاي هي بتغير نظرتنا للنتورك، ليه اصلا محتاجين زيرو تراست، وايه علاقه الكلام دوت بكوفيد، وليه كوفيد خلت التوبيك بتاع الزيرو تراست من التوبكس اللي يعني بقت فيري بوبولار دلوقتي. ان شاء الله دي بوينتس اللي احنا هنتكلم عليها. هبتدي دلوقتي ان شاء الله سريعا كده اعرض مع حضراتكم الاجنده. خليني بس اتاكد ان انا شايف الاسئله بتاعت حضراتكم او الشاتنج. تمام. طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم على ايه؟ دي كده سريعا انترو بسيطه عني. انا سكيورتي ريسيرشر في المايد يونيفرستي، ده المكان اللي انا بشتغل فيه السكيورتي ريسيرش بتاعي. المكان اللي انا شغال فيه هي كونسلتنسي فيرم في انجلترا، نوبل بروك. انا سوفت وير سكيورتي كونسلتنت، والحاجه اللي انا بعملها بشكل مستمر هي الكودينج والايثيكال هاكينج. يعني انا بدات الكارير بتاعي از سوفت وير انجينير، والحقيقه دي الحاجه اللي انا مش عارف ان انا ابطلها. يعني دايما طول الوقت حتى لو الدي تو دي اكتيفيتيز بتاعت الشغل بقت معتمده شويه على السولوشن اركتكتشر او الكونسلتيشن بالنسبه للكلاينتس، الحاجه اللي انا مش عارف ابطلها ومش عايز ابطلها هي فكره ان انا اكتب كود بايدي او ان انا اعمل بنتريشن تيستنج للسيستمز. يمكن كان اخرهم سيستم امبارح كنت بعمل تحاليل، فكان المفروض المعمل بعت لي يوزر نيم وباسورد عشان ادخل يعني اشوف النتيجه. فانا طبعا يعني ما رضيتش ان انا اجيب النتيجه عن طريق اليوزر نيم والباسورد، قعدت لحد ما عملت باي باس لللوجن وبعدين دخلت وقعدت ادور في الفايلز الموجوده. وحتى يعني كانت من ضمن الحاجات يعني ان هي يعني زوجتي قالت لي طب يعني طلع نتيجه التحليل بتاعتك وبعدين ابقى اشوف اللي انت بتعمله يعني. فدي الحاجه اللي انا بحاول ان انا اعملها معظم الوقت. طيب ايه اللي احنا هنتكلم عنه النهارده؟ ان شاء الله هنتكلم عن الكونسبت بتاع زيرو تراست. يمكن الكلمه في البدايه توحي ان هي كلمه نيجاتيف شويه، توحي شويه بالثيم العامه اللي موجوده اللي احنا بنسمعها كتير، الغدر وفين ومفيش صحاب ومفيش ثقه ومفيش امان وهكذا. بس هي الفكره ان احنا بنتكلم النهارده مش على ان احنا نلغي التراست، لا، بنتكلم على الكونسبت بتاع ازاي نبص للسيستمز بتاعتنا بليفل اقل شويه من التراستنج، وبعدين تو بيلد التراست ديت اب وان باي وان. فبالتالي ان احنا هنبتدي from scratch، هنتعامل مع الانفايرمنت بتاعتنا كان مفيش فيها اي تراست، وبعدين to build the trust up. البوينتس اللي احنا هنتكلم عليها او الاجنده بتاعتنا النهارده، هنتكلم الاول على التراديشنال موديل اوف نتورك سكيورتي بيفور الزيرو تراست، يعني شكل النتورك كانت عامله ازاي when we used to trust، لما كان بيبقى في عندنا ثقه او بنتعامل عن طريق ان التراست موجوده، النتورك كانت شكلها ازاي، وايه التشالنجز اللي بدات تظهر في هذا الموديل اللي خلتنا مضطرين ان احنا نقلل الليفل بتاع التراست بتاعنا وصولا الى الزيرو تراست. فنبتدي نتكلم الاول على التراديشنال موديل، وبعدين نبتدي نتكلم على شكل الحياه او شكل النتورك بتاعتنا في حاله الزيرو تراست بيبقى شكلها عامل ازاي، وازاي نقدر نتعامل في حاله الزيرو تراست، يعني ازاي هنقدر نبني التراست دي، وهاو تو مينتين، وامتى نعمل ريفوك للتراست ونرجع تاني عشان نبني التراست ديت وهكذا. هنتكلم عن الزيرو تراست اركتكتشر او اختصارا زد تي اي. هنتكلم كمان عن علاقه وثيقه بدات تظهر مؤخرا، هي العلاقه ما بين الزيرو تراست والماشين ليرنينج او الارتفيشال انتليجنس. هنتكلم ايه العلاقه ما بينهم، ازاي هم بيتاثروا ببعض، دي من البوينتس اللي احنا هنذكرها. وبعدين في النهايه هنبتدي نتكلم عن بعض السولوشنز اللي موجوده في الزيرو تراست زي بيوند كور السولوشن بتاع جوجل، وهنتكلم كمان عن الكلاود فير اكسس وهو زيرو تراست سولوشن بتاع كلاود فير، وهناخد كمان عليه دي ان شاء الله. الحاجه بس اللي انا كنت عايز اقولها از ديسكليمر في البدايه،
السيشن مش الهدف منها تو بروموت اي برودكت. الفكره ان احنا بندي بس اكزامبلز لبعض البرودكتس, ومش الهدف كمان ان احنا نعمل ديمونستريشن لاحد البرودكتس بعينها, لكن الهدف ان احنا نشوف ازاي الكونسبت بتاع الزيرو تراست ممكن يبقى مبني عن طريق احد هذه السيستمز او احد هذه الابلكيشن. طيب دي بوينتس مين اللي هنتكلم عليها. انا هحاول قدر الامكان ان شاء الله ان الكويستشنز بتاعت حضراتكم اقدر ان انا ابص عليها باكبر شكل ممكن, ولو سامحتوني او سامحتوني لو انا اتاخرت على الاجابه على بعض الاسئله, ان شاء الله هقدر ان شاء الله ان احنا نجاوب عليها في نهايه السيشن كلها. فخلينا نبتدي. اول حاجه, ايه اللي كان بيحصل وقت التراست؟ وين يوز تو تراست؟ كانت النتورك شكلها عامل ازاي؟ الحقيقه كان عندنا ابروتش في الوقت دوت بنتكلم عليه بنقول سكيور ذا كريبت. الكلمه دي كانت منتشره قوي, ان احنا وي نيد تو ايدنتيفاي سم كريبت, عايزين نحدد المحيط بتاع الاورجانيزيشن. زمان كان ده شكل النتوركس بتاعتنا, ان احنا في عندنا كوربريت اورجانيزيشن, عندنا مبنى او مجموعه مباني كل الموظفين موجودين في المكان ده, وكل الداتا سنترز, كل السيرفرز, كل الاند بوينتس, كل الاجهزه, الوركينج انفايرمنت كلها اندر كنترول موجوده في مكان واحد. فبالتالي انا عندي مكان امن زي سيف هاوس, واللي يهمني ان انا اامن المداخل والمخارج بتاعت المكان. فتقريبا كان الشكل اللي احنا كنا متعودين نشوفه بالشكل ده. انا عندي inside the organization وassuming the inside is good. بره الـ organization عندي حاجات كتيرة, وانا هعمل assumption ان كل شيء خارج الـ organization هو شيء غير جيد. فبالتالي الهدف بتاعي هيكون secure the country. تعال عند الـ gates, حط الفاير وولز بتاعتك, حط الاي بي اس, حط الاي بي اس, اعمل كل البروتكشن تكنيكس حوالين البريمتر عشان تمنع اي حد غير موثوق فيه ان هو يعمل اكسس للانسايد انفايرمنت بتاعتك. وبالتالي انا بتعامل مع الانسايدر انفايرمنت بتاعتي ديت ان هي اتس هيدن, يعني ما دام حد موجود جوه خلاص يبقى اي تراست باي. وهي دي النقطه اللي احنا هنبتدي نكسرها في الزيرو تراست, ان انا مش هعمل تراست حتى للديفايسز اللي موجوده جوه النتورك, مش هعمل تراست حتى للديفايسز اللي موجوده within الانفايرمنت بتاعتي. الو الصوت أوضح. ممكن. تمام شكرا. طيب فكنا بنتكلم على ان المبدأ الرئيسي اللي احنا كنا ماشيين به في previous model بتاع network security ان احنا we need to secure the perimeter. هنتكلم على ان كل شيء جوه الorganization جيد وموثوق به, كل شيء خارج الاورجانيزيشن سيء, فبالتالي we need to secure the gates. زمان كنا بنتكلم على الابروتش دوت بداوا يسموه the castle approach. ايه هو the castle approach؟ everything is inside, احنا عندنا كل شيء موجود جوه النتورك. ايه اللي احنا نقصد, ايه المقصود بكل شيء؟ كل شيء المقصود به ال devices, ال persons او ال users وال resources اللي هم بيعملوا هاكس. وخلينا نفتكر مع بعض الثلاثه ليفلز دول, الـ persons اللي هم users, الـ devices اللي بيعملوا منها access, والـ resources اللي بيتعمل لها access. فأنا عندي الثلاثة موجودين جوه نفس المكان, جوه نفس الـ local network, فبالتالي أنا أقدر إن أنا secure the perimeter, وبالتالي أحس إن أنا I am safe. طيب بعد شوية بدأ يكون الوضع ده أو الـ approach دوت مش أحسن حاجة. ليه؟ لأن أصبح عندنا
بعض السبريد. اصبح ان الشركه بقى ليها اكتر من فرع، بقى في اكتر من مكان، ما بقتش سنجل كاسل فيها كل شيء، بقى عندي في موظفين موجودين في الهيد كوارتر، موظفين موجودين في مكان اخر، موظفين موجودين في دوله اخرى. فبدانا نحاول ان احنا نعمل فاين تيون للسولوشن بتاع الجاست. بدانا ان احنا مش بس محتاجين ان احنا نسكيور الكاسلز، محتاجين كمان نسكيور الراوتس اللي ما بين الكاسلز. وبدا يظهر عندنا من هذا الكونسبت او من هذا الموديل الاحتياج لوجود الفي بي ان. خلاص هنحل الموضوع عن طريق ان احنا هنخلي عندنا في بي ان. فالفي بي ان اكشوالي بيعمل ايه؟ بيخلي المالتي انتري بوينتس ديت تشتغل كان هي within the same castle. فبالتالي انا جمعت كل حاجه تاني تصبح ان هي سنجل انتيتي او كانها موجوده سنجل كاسل. وات سينز ان هو اتس وركينج سولوشن الى فتره. طيب بعد شويه بدا الموضوع يتعقد شويه، بدا يبقى عندنا في انبوتس وبارامترز مختلفه شويه، اللي هي ان ما بقاش الموضوع ان احنا عندنا بس مالتي كاسلز وعندنا بس كنترول ديفايسز، لا احنا اصبح عندنا بعض البارتنرز اللي ممكن يبقوا موجودين معانا وعايزين ياكسسوا جزء من النتورك مش الانتاير نتورك، ثيرد بارتي، ناس بتعمل لنا بروسيسنج، فيندرز، ناس بتعمل لنا سبورتنج، كلاينتس، وكل دول محتاجين ان هم يعملوا اكسس لبعض الريسورسز اللي موجوده عندنا في النتورك. اصبح عندنا اذر كاسلز، اصبح عندنا كمان اذر يوزرز واذر ديفايسز ممكن ما يكونش ليهم نفس التراست بتاعت الانترنال يوزرز بتوعنا، بالاضافه الى وجود بعض الابلكيشنز بتاعتنا اللي كانت تراستد وي ديسايدد تو موف تو ذا كلاود. فبالتالي اصبح عندنا هذا الشكل اللي بقى فيه هايبريد كلاود وبقى فيه كمان اكسترنال يوزرز واكسترنال لوكيشنز محتاجه انها تدخل عندنا في النتورك. وهنا يظهر السؤال المهم جدا في الموديل بتاع سكيور بريمتر، وهو فين البريمتر؟ محتاجين نعرف هذا السؤال. بهذا الشكل نقدر نسأل وير البريمتر. في الأول كان عندنا كل شيء كونسوليديتد في مكان واحد، فبالتالي هنسكيور البريمتر اللي حوالين المكان ده and we are good. لكن بالشكل ده we cannot identify the perimeter من الأساس. طيب هنترست مين ومش هنترست؟ هنجي ازاي النتورك اكسس لكل حد من دول؟ هيجي في بالنا دلوقتي الامثله اللي احنا شغالين بيها اللي هي موجوده في كل الشركات، ان احنا في عندنا ليفلز مختلفه من التراست، عندنا سيجمنتيشن للنتورك، عندنا زونز مختلفه من النتورك، وهكذا. كل هذه الحلول لو جينا فكرنا فيها هنلاقيها ان هي مجرد فاين تيونينج للحل الاساسي بتاع الكاسل ابروتش او سكيورينج ذا بريمتر. بنحاول ان احنا نعمل له فاين تيونينج عشان نعمل ادوبشن للشكل الجديد اللي سكتر. مع الوقت and we can imagine this، هنلاقي ان الانفايرمنت بتاعتنا بدات تبقى مور كومبلكس مور سكاترد، بدا يظهر فيها سيناريوز اعقد شويه اللي يخلي المانجمنت بتاعها بالديفولت ابروتش ممكن ما يكونش اسهل شيء ممكن. فبالتالي بدات الناس تفكر في النيو كونسبت بتاع الزيرو تراست. والزيرو تراست لو احنا عايزين نقوله بشكل بسيط جدا، نقدر نقول ان احنا بناخد الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن والاكسس كنترول من النتورك ليفل الى الكونتكستوال ليفل. يعني ايه كونتكستوال ليفل؟ ان انا بشوف مين عايز ياكسس ايه، وبيزد على بوليسز ببتدي اعمل له جراند او اعمل له بيرميشن زي ما هنشوف دلوقتي. طيب فبالتالي اتفقنا ان احنا بقى عندنا complex environment، scattered environment، كل يوزر عايز يجيب الديفايس بتاعه، بالإضافة إلى الـ work from home trend اللي بدأ يظهر بداية من COVID و it seems ان هو مش هينتهي تاني. يعني فكرة ان الناس ترجع تاني للمكتب بشكل كامل قد تكون مش هي أكثر الحلول مطروحة على الساحة. فبالتالي we have to accept ان remote working و bring your own device المفروض ان هي هتكون default. فبالتالي بدأنا نفكر في secure the brand. بدأنا نفكر في zero trust عشان نحل هذه الاشوز. الحقيقة ان zero trust approach مش جاي بس عشان يحل مشكلة scattered او مشكلة hybrid environment، لكن كمان دي عشان يحل مشكلة تانية مهمة جدا وهي lateral movement. ايه فكرة lateral movement؟ زي ما هنتكلم دلوقتي هنلاقي مثلا كمثال عشان يعني نفهم فكره اللاترال موفمنت،
لو احنا جينا مثلا بصينا على اللي بيحصل في الرانسوم وير اتاكس، هنلاقي ان معظم الاتاكس بتتم بهذا الشكل. عندي فيشنج ايميل او مالوير ايميل بيتبعت لاحد اليوزرز، بيعدي من السكيور بريمتر اليوزر بشكل ما، بشكل خاطئ، بشكل ان هو او بسبب ان هو مش اوير انف، بيعمل كليك على اللينك، بيعمل داونلود او بيحصل داونلود عنده للبايلود. ولان اليوزر ده داخل معايا جوه النتورك، سواء هو فيزيكلي جوه النتورك او اكسسنج النتورك ديت عن طريق في بي ان، فبالتالي هو جزء من الترانزيت انفايرمنت. وانس ان الديفايس بتاعه بقى كومبرومايز، ده بيسمح للمالوير اللي نزل على الجهاز بتاعه ده ان هو يسبريد اكروس النتورك مده قليله جدا. احد يعني الاتاكس اللي حصلت مؤخرا كان اتاك على هيلث كير انستتيوشن كان موجود في امريكا، وقدر الاتاكرز ان هم يعملوا انكربشن لحوالي 10,000 ماشين في اقل من 10 دقائق. الحجم ده لو احنا بنقيسه بالريسبونس تايم بتاع السوفت تيم هنلاقيه صعب قوي ان انا اكونتين الاماونت ده. طب ده حصل ليه؟ حصل لان ببساطه الجهاز الانفكتد ده كان موجود within التراستد نتورك، فبالتالي هو عنده الحق ان هو يوصل للاذر ديفايسز اللي حواليه في نفس النتورك، عنده الحق ان هو يوصل للاذر سيرفرز. ممكن ما يكونش معاه اليوزر نيم والباسورد عشان هو يعمل لهم اكسس، بس هل هو كنتورك وايز يقدر يوصل لهم ولا لا؟ از بارت من الانترنال نتورك كان قادر ان هو يوصل لهم، وده المقصود باللاترال موفمنت، ان بيكون في اتاك معين بيعمل انفكشن لاحد الماشينز، من هذه الماشين بيقدر الاتاكر ان هو يتحرك جوه النتورك. الكونسبت او الحاجه اللي احنا المفروض نضمنها عشان نمنع عمليه اللاترال موفمنت واللي جت انتروديوسد في او مينتين في الزيرو تراست، هي مش انتروديوسد اول مره بالزيرو تراست، لكن من الكونسبتس المهمه اللي لازم تبقى موجوده في الزيرو تراست، فكره الليست بريفليج. النهارده انا كنورمال يوزر موجود جوه النتورك، المفروض ان انا مسموح ليا ان انا اعمل اكسسنج ل 2 او 3 ماشينز او 2 او 3 ابلكيشنز. لو انا مسموح لي ان انا اعمل اكسسنج للماشينز دي، فبالتالي المفروض ان ما يكونش مسموح لي ان انا اعمل اكسسنج لبقيه الاجهزه بتاعه زمايلي اللي موجوده على النتورك، حتى لو احنا موجودين مع بعض في نفس البرايفت نتورك. وده الكونسبت اللي احنا بنقدر نعمله ابلاي فكره الزيرو تراست. I am not going to trust the user by default. I'm not going to trust the source by default. ليه؟ لان ببساطه ممكن اليوزر ده يكون compromised، فبالتالي اللي داخل بيوزر نيم وباسورد دول it's an attacker not my official user. ممكن يكون الديفايس دوت that I use to trust ممكن يكون compromised، كمان النتورك سورس اللي جايني منه request ممكن كمان يكون compromised بشكل ما، فبالتالي I need to keep this in mind. طيب، فبالتالي بدأنا ننتقل من secure the perimeter إلى zero trust عشان نحل ال two issues دول. We cannot identify the perimeter anymore. الموضوع بقى very complex و very scattered. عايزين نوجد حل لل lateral movement عن طريق إن إحنا enforce policy بتاع deny by default. By default كل حد بيكون لي deny the access. Once إن أنا I'm going to provide an access، أنا هعمل provide the access ده ل specific user from a specific design from a specific network source to a specific application. لو حاجة من الكومبليشن ديت اتغيرت، الاكسس باي ديفولت will not be granted. يعني انا كيوزر داخل من الموبايل بتاعي من specific network source بعمل اكسنج لل HR application. لو انا بنفس الكومبليشن حاولت ان انا اعمل اكسس مثلا للفاينانس اب، مش هقدر ان انا اعمل ده من غير ما اعمل new وهكذا. فبالتالي الاكسس بيكون granted للكونتكست، وده اللي احنا نقصده بفكرة الكونتكست. User مع device مع network source accessing specific application أو specific resource. هنفتكر الشكل دوت وهنشوفه أكتر كمان لما نيجي نتكلم عن Zero Trust Architecture، ونشوف إزاي جوجل وCloudflare بيعملوا adoption للموديل دوت وشكل الarchitecture بتاعهم شكله عامل إزاي، وهنلاقي فيه شبكة. زي ما اتكلمنا secure the perimeter بقت مشكلته ان انا I cannot ensure ان the inside is good ومش قادر احدد the outside، فبالتالي we need to find another option. طيب
الزيرو تراست، هل الزيرو تراست من النيو كونسبتس؟ الحقيقه الزيرو تراست ما يعتبرش نيو بشكل كبير، يعني الزيرو تراست الكلمه نفسها موجوده بقى لها حوالي 10 سنين من 2010، لكن الامبلمنتيشن بتاعته على ارض الواقع بدات تظهر او تاخد شكل يعني ليه حيز من الوجود او حاجه نقدر ان احنا نبتدي نعمل لها امبلمنتيشن اراوند 2015 و2016 مع ظهور السولوشن بتاع جوجل بيوند كور، لكن بدا يظهر بشكل كبير الاتجاه للزيرو تراست في الفتره الحاليه بسبب زي ما قلنا في البدايه توجه كبير، عدد كبير من الشركات ان هم يشتغلوا ورك فروم هوم، عدد كبير من الشركات بدات تتجه بالسولوشنز بتاعتها الى الهايبريد كلاود. السبب الثالث وهو الاهم، عدد كبير من الشركات بدات تتجه للزيرو تراست بعد حصول بريتش، حصل عندهم بريتش، عدد كبير من البريتشز بيكون السبب فيه هو اللاترال موفمنت، او لو ما كانش السبب فيه هو اللاترال موفمنت على الاقل اللاترال موفمنت اللي بتخلي الامباكت بتاع اي اتاك يضاعف بشكل كبير جدا، لان في النهايه لو انا عندي اتاك حصل على سنجل ماشين بسبب خطا موظف بسبب فلنربيلتي موجوده، ممكن ان احنا نحتوي هذا الاتاك او هذا الامباكت على سنجل ماشين لو لغينا اللاترال. طيب شكل الزيرو تراست او ايه اللي بيحصل في حاله الزيرو تراست، خلينا كده الاول نتكلم على مجموعه ديفينيشنز او مجموعه تايتلز ريليتد الحقيقه للزيرو تراست. A product or a tool. Single practice, activity, حاجة معينة محتاجين نعملها. Silver bullet, يعني اللي احنا نقصده بيه حل سحري لكل المشاكل. الحقيقة من Zero Trust هو ولا حاجة من دول. Zero Trust, it's not a product ومش tool. Zero Trust مش single practice، مش حاجة أنا بطبقها النهاردة بشكل هطبقها بكرة بشكل تاني، فبالتالي بقى أنا كده حققت الـ concept بتاع Zero Trust. وكمان الزيرو تراست اتس نوت ا سيلفر بوليت، حاجه هتحل لي كل مشاكل السكيورتي. اي ابروتش او اي ديفينيشن للزيرو تراست بشكل من هذه الاشكال غالبا ما بيكونش ده صح حاجه، او ما بيكونش ذا موست اونست ابروتش للزيرو تراست. طيب ايه هو الزيرو تراست؟ لو عايزين نعمل له امبلمنتيشن في او يعني عايزين نعمل له ديفينيشن، الحقيقه في ديفينيشنز كتيره موجوده للزيرو تراست. نقدر نقول ان هو اتس فريم ورك، طريقه بنشتغل بيها. الطريقه دي مبنيه على ان احنا بنحط مجموعه assumptions. الassumptions ديت كالاتي، ان احنا we are not going to trust anything by default. مش هنعمل trust devices، مش هنعمل trust network source، مش هنعمل trust users او data او applications. كل حاجه من دول should be verified بشكل frequently. We need to frequently verify كل item من دول within contextual level. دي الفكرة الأساسية بتاعة Zero Trust. طيب يعني احنا لو عايزين، لو قررنا ان احنا بكرة هنimplement Zero Trust، محتاجين نعمل ايه؟ الحقيقة محتاجين ان احنا نغير مجموعة حاجات الأول في النتورك، محتاجين نغير مجموعة حاجات في البراكتسيز اللي احنا بنعملها في الأونبوردينج بتاعة اليوزرز، في ان احنا بنريليز نيو أبلكيشنز، بالإضافة إلى الاستعانة أكيد ببعض التولز. لكن الزيرو تراست المقصود بهذا الديفينيشن ان الزيرو تراست بتكون منظومه متكامله، مش سنجل براكتس ومش سنجل. طيب وزي ما هنشوف لما نيجي نتكلم على الديمو او نشوف الديمو بتاع كلاود فلير، هنلاقي ان احنا في شويه حاجات محتاجين نعملها على الانترنال سيستمز بتاعتنا. ولذلك كتير من الناس بتقول، وده كلام سليم الى حد كبير، بيقولوا ان الديبلويمنت بتاع الزيرو تراست اتس جيرني، بنبتدي نغير حاجات في طريقة الايدنتيفيكيشن بتاعتنا او طريقة التعامل بتاعتنا مع اليوزرز ومع النتورك ومع الابلكيشنز والريسورسز، عشان في النهاية نقدر نوصل الى الزيرو تراست. طيب ده احد الديفينيشنز الموجودة بتاعة الزيرو تراست. ليه محتاجين ان احنا نعمل ادوبشن لهذا الابديت؟ زي ما قلنا ان الانفايرمنتس بتاعتنا ار جيتنج تو كومبلكس ان احنا نقدر نعملها سكيور في الترديشنال واي، وكمان محتاجين ان احنا نستوب اللاترال موفمنت. ولذلك عدد كبير من الشركات او الناس اللي هي بتفكر انها تضبط الزيرو تراست بتعمل ده او بتاخد القرار ده او بتبتدي في الجيرني ديت بعد ميجر بريتش. طيب خلينا نبتدي نتكلم على الزيرو تراست كونسبتس. ايه هي المبادئ والمفاهيم اللي اتبنى عليها هذا الابروتش؟ المبدا الاولاني ان احنا وي نيد تو اليمينيت النتورك.
تراست، مش هنيجي على جزء معين من النتورك ونقول ان الجزء ده هيكون تراست. هنبتدي نتعامل مع النتورك بتاعتنا على ان هي في الموست جينيريك فورم مجموعه من اليوزرز محتاجين يعملوا اكسسنج لمجموعه من الديفايس، محتاجين يعملوا اكسسنج لمجموعه من الريسورسز او البيانات او الابلكيشنز through بعض الشانلز او باستخدام بعض الديفايسز. فبالتالي we are starting from the very for the very most generic form of network. ما عنديش network أساسية I'm going to trust. Eliminate network trust. البوينت الثانية أو الكونسبت الثاني external and internal threats exist all the time. هبتدي أتعامل إن طول الوقت عندي internal external threats. فبالتالي زي ما هنيجي نشوف مثلا في الوقت اللي أنا هبتدي أعمل فيه granting access لأحد اليوزرز، my user ممكن يكون بيعمل accessing من my corporate device لأحد الـ internal applications، لكن في نفس الوقت أنا هخلي الـ access بتاعه limited بوقت معين، الوقت اللي يسمح له إن هو يعمل الجوب المطلوبة منه مش وقت أكتر من كده. ودايما هحط اعتبار أو هحافظ في اعتباري دايما إن ممكن يكون عند أي نقطة من العمل في الوقت اللي هو شغال فيه ان ممكن هو الايدنتيتي بتاعته يحصل لها كومبرومايز، الديفايس بتاعه يحصل له كومبرومايز، فبالتالي I'm not going to grant something for it. دايما لازم اكون aware بالinternal and external threats. الكونسبت الثالث هنبتدي نقول ان كل يوزر او ديفايس او ابلكيشن او نتورك فلو should be authenticated or authorized. وده المبدا بتاع الكونتكست. هنرجع تاني نتكلم على فكره ان انا لما بعمل grant للاكسس انا بعمل grant للاكسس من specific context. user مع device جاي لي من network source معين محتاج ان هو يأكسس application معين. لو نفس اليوزر بدا يجي لي من network source مختلف هحتاج ان انا اعمل له تاني authentication وتشيك الاوثورايزيشن. ويمكن ده بدا يحصل معانا او يمكن نلاحظه بشكل كبير واحنا بنستخدم جوجل، ويمكن طلعت عليها مجموعه ميمز كده يقول لك لما انت بتحاول تاكسس الجيميل بتاعك من another device او من another network، لو انت سافرت، لو انت استخدمت في بي ان، بتلاقي على طول جوجل بدات تطلب منك ان انت تعمل مالتي فاكتور اوثنتيكيشن. هنبعت لك كود، هنبعت لك اس ام اس، دخل لنا الباسورد بتاعتك تاني، اثبت لنا ان انت مش روبوت، اعمل لنا سولف سام كابتشر. كل ده بيحصل ليه؟ لان في الحقيقه ان انا ام بروفايدنج ذا سيم يوزر نيم اند باسورد، بس انا غيرت الكونتكست. كنت بعمل اكسسنج من سبيسيفيك ديفايس بقيت اعمل اكسسنج من ديفايس تاني. ده هيحصل معايا لو انا باكسس جيميل من اللابتوب وبعديها بلحظات حاولت اكسس الجيميل او اعمل لوجن على الجيميل اب من موبايل ديفايس حتى لو اثنين موجودين على نفس النتورك وانا نفس اليوزر ايدنتيتي بنفس اليوزر نيم اند باسورد، بس تغيير الديفايس كسر الكونتكست، وكسر الكونتكست بيتطلب اعاده الاوثنتيكيشن مره. هل بحتاج ان انا اوثنتيكيت اليوزرز بس في البدايه ولا بشكل اون جوينج؟ الحقيقه بشكل اون جوينج زي ما هنشوف مع الابكامينج كونسبتس. طيب ايه الكونسبت الرابع اللي مبني عليه الزيرو تراست؟ الزيرو تراست اتبنت على كونسبت وهو اللي بيمنتين او اللي بيمنح الاكسس وذين الكونتكست، والاكسس دوت بيمنح او بيمنع عن طريق مجموعه من البوليسز. وزي ما هنشوف في الزيرو تراست اركتكتشر ان دايما بيكون عندنا الكور كومبوننت او القلب بتاع الزيرو تراست اركتكتشر هو البوليسي انجن. البوليسي انجن هو مسؤول عن ايه؟ مسؤول ان هو يفيريفاي الكونتكست عشان يقدر يدي الاكسس او يقدر يمنع الاكسس. لما نيجي نبص على الانجن بتاع البوليسز هنلاقي ان الانجن دوت بيعمل عمليه فيري كريتيكال، هو ده اللي بيتحكم في المنظومه بالكامل. فبالتالي applying new policy tuning the policies ان انا اخلي البوليسي مرنه انها تتقبل عدد جديد من الابلكيشنز، لان انا في النهايه ممكن اكون محتاج اضيف ابلكيشنز بشكل مستمر، محتاج اضيف يوزرز بشكل مستمر، محتاج ريفوك الاكسس من يوزرز بشكل مستمر. ان الانجن ده يكون فليكسبل انف ويكون دايناميك انف ده في الحقيقه شيء مهم جدا، لان لو اضافه او تغيير البولسز ديت هيبقى شيء صعب كده انا وصلت للبوتل نيك، حطيت او بنيت السيستم بتاعي على كور كومبوننت والكور كومبوننت دي مش
مش بتديني الفلكسبيليتي اللي انا محتاجها. فبالتالي البوليسيز ماست بي دايناميك، postures are calculated from many sources as possible. ودي بوينت الحقيقه فيري انترستنج. لما نيجي نتكلم على الانجنز هنلاقي ان الانجن بتاع البوليسي المفروض ان هو بي جرانت الاكسس زي ما قلنا بيزد على سبيسيفيك كونتكست، مين اليوزر بيأكسس من انهي نتورك سورس من اي ديفايس. طيب لو انا جيت بصيت على الهيلث بتاعت كل واحد من دول، انا بالنسبه لي في النتورك او في الاورجنايزيشن بتاعتي الماي كور جاي لي يوزر من اليوزرز بتوعي من ديفايس انا ما شفتوش قبل كده، من اي بي ادرس انا ما شفتوش قبل كده، فبالتالي انا ما اعرفش البوستشر بتاع الديفايس ولا بتاع النتورك، ما اعرفش الهيلث بتاعتهم ايه، فبالنسبه لي قد يكونوا تراستد ما عنديش مشكله فيه. لو الانجن بتاعي يقدر ان هو يكونسيوم انفورميشن من other engines قد تكون شهدت بعض الاتاكس جايه من نفس النتورك سورسز، زي ما احنا بنقول كده ان احنا يعني ايه في عندنا قاعده مشتركه او في تبادل معلومات خاص بالمجرمين زي ما بيحصل في الديبارتمنت اوف بوليس مثلا، ان انا عندي في تبادل للمعلومات ما بين الديفرنت انجنز، الحاله ديت ممكن يكون جاي لي نتورك او جاي لي يوزر من نتورك، ممكن يكون اليوزر بالنسبه لي تراستد والنتورك بالنسبه لي unknown، بس انا اقدر اكولكت عنها معلومات من another engine او من another source تقول لي البوستشر او الهيلث بتاعت النتورك دي ايه، الهيلث بتاعت الديفايس ده دي. لو قدرت اعمل ده فبالتالي ده هيديني فرصه ان انا اقدر اخد قرار افضل عن طريق ان انا اسمح او امنع لليوزر ده ان هو يدخل من هذه النتورك. ويمكن ديت برضو يعني ده بتحصل معايا بشكل متكرر، ممكن يعني ايه بوينت رينج افيل بالنسبه لحضراتكم، كتير من الوقت لما اجي ادخل على جوجل سيرش انا مش داخل على الجيميل، مش داخل اعمل لوجن، انا على google.com وبحاول اعمل سيرش. لو انا مشغل الفي بي ان فبالتالي انا واصل لجوجل من خلال اي بي معين. غالبا الفي بي ان نتوركس الواحد ما بيضمنش قوي اليوزج بتاعت الاذر يوزرز بتوعي، يعني كتير من الوقت حد بيرجستر على الفي بي ان ديت عشان ياخد الانونيميتي بتاعته، يقدر ان هو ياكسس الاكسترنال انترنت من غير ما حد يشوف هو بيعمل ايه، فبالتالي قد يكون بيعمل بعض الماليشيس اتاكس. مجرد من ان انا بجوين على نفس النتورك وبوصل لجوجل من نفس الاي بي ده، اول ما بفتح الفي بي ان بلاقي جوجل مباشره وانا بعمل مجرد سيرش الاقيها بدات توصلني على كابتشا، توصلت كابتشا. ليه محتاجه سولد كابتشا؟ انا ما عملتش حاجه، انا بالنسبه لي كيوزر ما عنديش مشكله، كديفايس ما عنديش مشكله، بس من البريفيوس هيستوري ان البوستشر بتاعت النتورك سورس اللي انا داخل منه ممكن ما تكونش افضل حاجه، فبالتالي جوجل بتاخد قرار ان هي تحط لي انذر اوثنتيكيشن ستيب، ان هي تقدر ان انا من محتاج ان انا اصور كابتشا عشان يتاكدوا ان انا فعلا نورمال يوزر محتاج ان انا اعمل سورس. فبالتالي كمان وجود الانجن بشكل دايناميك فليكسبل قادر ان هو يجمع معلومات من other resources عشان ياخد القرار بشكل سليم، دي كمان نقطة مهمة. البوينت اللي بعد كده الكونسبت رقم 5 بنقول ان احنا محتاجين نعمل continuous logging monitoring rescoring. يعني انا بيدخل عندي يوزر من ديفايس معين جاي لي من network source معين وبدأت الاحظ بعض malicious behavior اللي جاي من هذا اليوزر ده، كان ليه granted access مثلا لل HR وبدأ نفس اليوزر يحاول يوصل لديفايس تاني او لريسورس تاني هو مش مسموح له ان هو يوصل له. المفروض ان لو ده حصل بعمل على طول ريسكورينج، بقلل من الهيلث بتاعت النتورك ديفايس بتاعت النتورك سورس او الديفايس او اليوزر، بقلل من السكور بتاع الكونتكست ده، فبالتالي ببتدي اخد قرارات later on. كل ده المفروض يتم بشكل اوتوماتيك عن طريق البوليسي انجن. البوليسي انجن يبتدي ياخد قرار ان هو في وقت من الاوقات ممكن يريفوك الاكسس بتاع اليوزر ده ويطلب منه ان هو يدخل، يريفوك الاكسس بتاع اليوزر ويطلب منه ان هو يدخل اليوزر نيم والباسورد ان اديشن تو مالتي فاكتور اوثنتيكيشن، يبتدي يبعت له اليوزر نيم، يبتدي يبعت له او تي بي على الايميل بتاعه او على الموبايل بتاعه، يعمل له ريفوك للاكسس ويطلب منه ان هو يدخل كابتشا. فبالتالي ان انا طول الوقت بعمل لوجينج، بعمل مونيتورنج اللي بيحصل وبعمل سكورينج، ده شيء مهم جدا. والكونسبت هنا لما بنيجي نتكلم على البوينت دي احنا بنتكلم على اوتوميتد سايكل،
بنتكلم على طريقه تسمح لنا للريسكورينج بشكل اوتوميتد، وده يمكن اللي هيسمع معانا في النقطه اللي هنيجي نتكلم عنها في بعد كام سلايد لما نيجي نتكلم على العلاقه ما بين الزيرو تراست والماشين ليرنينج. هنلاقي ان البيلدنج بتاع البوليسي انجن ده هيتوقف الاداء بتاعه بشكل كبير جدا على قد ايه هو فليكسبل وفي نفس الوقت انتليجنت. هل هو قادر يحسب حسابات صح وياخد قرارات مظبوطه؟ هل هو قادر يتعامل مع مواقف جديده ممكن ما يكونش شافها قبل كده ولا لا؟ التو بوينتس دول هيخلوا ان انا لو قدرت اعمل امباورنج لهذا الانجن عن طريق ماشين ليرنينج الجوريزمز وقدرت اخليه مبني على ارتفيشال انتليجنس هياخد الزيرو تراست سولوشن بتاعي تبقى نيكست. فبالتالي عمليه الكونتينوس لوجينج مونيتورنج اند ريسكورينج مهمه جدا وما اقدرش ان انا اعتمد عليها او في الاساس يكون اعتمادي الاساسي على شكل او على منظومه مانوال. اي هاف تو ميك شور ان ده بيتم بشكل اوتوميتد قدر الامكان، لان كميه المعلومات اللي بيحصل لها لوجينج الحقيقه هتكون مهوله. طيب رقم 6 اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها دلوقتي، اوتوميشن از ذا كي تو بيلد اند اوبريت زيرو تراست اركتكتشر. ليه؟ لو فكرنا فيها من شويه بشكل بسيط هنلاقي مثلا ان احنا في التراديشنال انفايرمنت انا مش محتاج ان انا اعمل مونيتورنج للي بيحصل جوه النتورك. يعني اليوزرز بتوعي جوه النتورك، حد موجود عندي جوه الاورجنايزيشن بيأكسس الاوتلوك بتاعه، اتس فاين، ده اتس ا تراستد كونكشن، مش محتاج ان انا اعمل له مونيتورنج. يوزر عندي في الاتش ار بيأكسس الاتش ار ابلكيشن انترنالي جوه الاورجنايزيشن، او بيعمل لها اكسسنج اكسترنال يوزنج في بي ان. حاجات كتيره، انواع كتيره من الاكسس بتبقى مش within الفوكس بتاعي او مش اهم حاجه انا باصص عليها في المنتج. لكن لما نيجي النهارده نبص على اللي هيحصل في الزيرو تراست، انا لو عندي حد موجود جوه الكوربريت بيستخدم الكوربريت ديفايس عايز ياكسس ديفايس او عايز ياكسس ابلكيشن هوستد على الداتا سنتر بتاعي، مش هيقدر يعمل ده الا لما ياخد الاول البيرميشن او الاوثنتيكيشن من البوليسي انجن اللي موجود في الزيرو تراست. وهنا يمكن السؤال اللي يجي في بال حضراتكم، هيبقى موجود فين هذا الانجن؟ هنتكلم عن الموضوع دوت بعد شويه، لكن as short answer للكويستشن ده، في عندي two approaches. ان البوليسي انجن ممكن يبقى موجود عندي جوه النتورك، يبقى هوستد على الداتا سنتر بتاعي او يكون هوستد على الكلاود. طيب هل ده معناه ان اليوزر عندي هيحتاج يطلع للكلاود ياخد البرميشن ده ويرجع تاني جوه النتورك؟ لو هي دي الكيس هتكون الاجابه اه، لكن لما نيجي نبص ان نسبه الابلكيشنز اللي موجوده اون بريم فيرسز نسبه الابلكيشن اللي موجوده على الكلاود، هو ده اللي هيخلينا نقرر الانجن ده المفروض يبقى موجود في الكلاود ولا نستعين بستاند الون حاجه تكون موجوده جوه الاورجنايزيشن بتاعتنا، لان في النهايه انا عندي centralized location هو ده اللي انا هعمل منه granting للاكسس او revoke بالنسبه للoverall context. فبالتالي this will be completely automated، لانه لو ما بقاش automated الحقيقه هيحتاج lots of work هتخلي الموضوع في النهايه مش doable او مش مديني ال ROI اللي انا عايزه. طيب البوينت اللي بعد كده maintain least privilege access. دي زي ما اتفقنا احد الكونسبتس المتعارف عليها بشكل كبير في السكيورتي، ما نقدرش نقول ان new concept introduced by zero trust، مش حقيقه. الحقيقه ان الكونسبت دوت موجود بقاله فتره طويله، لكن الزيرو تراست بي انفورس الكونسبت ده عن طريق انه بيعمل ايه؟ عن طريق ان هو بي انفورس البوليسي بتاعه deny by default. نقدر نقول ان zero trust equal deny by default. By default كل الاكسس denied الى ان يثبت العكس. فبالتالي لما بيثبت العكس انا مش بديله اكسس على complete network، مش بديله اكسس على complete circuit، انا بديله اكسس على resource one. وهنا تيجي نقطه مهمه جدا في فكره التحول او الجيرني بتاعت الزيرو تراست. How to identify my resources. محتاج ان انا اعمل ده لان انا في النهايه لما اجي ادي الاكسس محتاج ادي الاكسس بير ريسورس. زي ما هنشوف في الديمو بتاعنا هنخلي ان احنا عندنا اكتر من ابلكيشن كلهم موجودين على نفس السيرفر، لما هاجي ادي اكسس لليوزر
مش هديله اكسس على الانتاير نتورك، مش هديله اكسس على الانتاير سيرفر، انا هديله اكسس على ابلكيشن واحده موجوده وذن السيرفر ده، فبالتالي انا بديله least privilege access، والاكسس ده كمان مش هيبقى مفتوح لما لا نهايه، لا ده هيكون access decision timed بوقت معين، بعد الوقت دوت it should be revoked، وهو محتاج ان هو authenticate one more time، الوقت ده هيكبر او هيصغر على حسب how critical my application is. طيب الكونسبت اللي بعد كده check and monitor device health. زي ما اتفقنا ان احنا محتاجين نبص مش بس على البيهيفير بتاع اليوزر، لكن كمان محتاجين ان احنا نبص على الديفايس هيلث. طيب ايه المقصود بالديفايس هيلث؟ لو انا مثلا النهارده بحاول ان انا اعمل اكسس من ديفايس معين، والديفايس ده كان باين ان هو تم منه بعض العمليات الماليشيس قبل كده، المفروض ان البوليسي انجن بيقلل السكور بتاعه، فبالتالي في النيكست تايم لو في جي يوزر حتى لو يوزر تراستد يستخدم نفس الديفايس، I have to revoke the access أو ما أديلوش the access أو أطلب منه levels أعلى من الـ authentication أو من التحقق زي الـ capture أو multi-factor authentication. بس هي الفكرة هنا هو أنا إزاي هحسب الـ health بتاع الـ device. يعني أنا مثلاً دلوقتي داخل من browser على موبايل فون، فإزاي الـ remote server أو الـ policy engine هيقدر يـ indicate الـ device health؟ الحقيقة دي بيبقى عليها يعني points كتيرة، والموضوع under research يندرج تحتي الـ device fingerprinting والـ browser fingerprinting. خليني أقول مثلاً أو أشارك مع حضراتكم بعض الطرق اللي بنقدر من خلالها إن إحنا نقدر نعمل fingerprinting مثلاً للـ browser. بنقدر إن إحنا نرن أو نبعت payload JavaScript يرن جوه الـ browser. الـ JavaScript دوت ممكن يكون محتاج إن هو يعمل بعض الـ graphical operations، خليه يعمل graphical operations ديت، نشوف هو قادر يعمل ايه مش قادر يعمل ايه، نقدر نطلع list of plugins من الحاجات اللي موجودة، نخليه يعمل بعض calculations، ومن calculations ديت نقدر نطلع الوقت اللي احتاجها عشان يعمل هذه calculations، نقدر نشوف the screen size and screen resolution، وفي النهاية بنجمع كل results أو outputs بتاعت operations ديت ونحطها مع بعض one equation، وبعدين نطلع لها هاش، فبالتالي ده بيدلنا strategy أو بيدلنا زي fingerprint للديفايس. إن يكون عندي two devices ليهم نفس fingerprint الحقيقة بيكون موضوع مش سهل، محتاج إن يكون الاتاكر أو اللي بيعمل ده قادر إن هو يوصل لاثنين identical device مروا بنفس المراحل، فحتى لو ما كانش الموضوع هيديني 100% accuracy، لكن على الأقل بقدر من خلاله ان انا ايدنتيفاي الديفايس. لو قدرت ان انا ايدنتيفاي الديفايس اقدر اربطه بالبريفيوس لوجز، فبالتالي الموضوع مش بس هيكون متوقف على الكوكيز اللي انا بعتها لليوزر لان ده ممكن يتمسح، مش بس هيبقى متوقف على الاي بي لان ده ممكن يتغير بسهوله، لكن كمان البروبرتيز بتاعه الديفايس نفسها، الريسبونس تايم بتاعه، الهاردوير اركتكتشر، الهاردوير كابابيلتيز اللي موجوده فيه، البلوجنز اللي موجوده على البراوزر، استجابته لانواع مختلفه من ريكوستس، كل دي من الحاجات اللي انا اقدر اتعرف بيها على الديفايس. ومع الكونتينوس لوجينج اند مونيتورنج اقدر ان انا اجمع البيانات او اجمع الداتا المعتمد عليه او الهيستوري اللي كان جاي لي من هذا الديفايس، فبالتالي اي كان ميجر او اقدر احط له هيلث او سكور او بوستشر، بيزد على ده اقدر اخد القرار اللي هيجي في حاله request access من هذا الديفايس، هل المفروض يبقى مسموح به ولا لا. طيب الكونسبت اللي بعد كده اللي احنا بنحتاج نعمله apply كمان في الزيرو تراست، maintain single strong user identity. محتاجين في النهايه زي ما قلنا في اول بدايه السيشن ان احنا بنحاول ننقل عمليه الاكسس سواء granting او preventing، بنحاول ننقلها من الليفل بتاع النتورك الى الليفل بتاع الابلكيشن. بحاول في الزيرو تراست ان انا اتحرك من منطقه device to device access او IP to IP access او source to destination، وابتدي ابني الرول على هذا الاساس. بحاول انتقل الى مرحله user to resource access، في user معين عايز يأكسس resource معين، بغض النظر اليوزر ده جاي لي من انهي نتورك، بيستخدم انهي device، والابلكيشن دي او الريسورس ده هل هو موجود اون بريم او على الكلاود.
انا عايز اشيل كل هذه اللايرز، وبالتالي I have to provide single strong user identity. لازم يكون اليوزر ده انا عندي طريقه معينه في التعرف عليه. طيب ده في الحقيقه هيمبوز حاجه كويسه وهيمبوز تشالنج. التشالنج اللي هيبقى موجود ان انا محتاج اجمع كل الطرق اللي انا بتعرف بيها على هذا اليوزر، كل الايدنتيتيز المختلفه بتاعته، واحطها كلها في شيء واحد. في النهايه انا هتعامل مع اليوزر ده على ان هو فلان الفلاني اللي ايدنتيفايد بهذه الطريقه، والمالتي فاكتور اوثنتيكيشن بتاعته 1 2 3. على الجانب الاخر الميزه بتاعه مينتيننج سنجل يوزر ايدنتيتي هتسهل علينا في السولوشن بتاعنا او في النيو ابروتش بتاعنا ان يكون عندنا سنجل ساين اون باي ديفولت. وعشان كده بنقول ان الزيرو تراست باي ديفولت بتبروفايد سنجل ساين، لان في النهايه البوليسي انجن مبني على ان انا بعمل ايدنتيفيكيشن لليوزر. وانس ان هو ايدنتيفايد عن طريق الايدنتيتي بروفايدر خلاص بيقدر ياكسس اي ابلكيشن انا كنت حاطط في الاوثورايزيشن رولز بتاعته ان هو من حقه ان هو يعمل اكسس. فبالتالي دي كمان من البوينتس اللي لازم نلاقيها موجوده في اي سولوشن بيتكلم عن زيرو تراست. النقطه العاشره والاخيره وهي ان انا امينتين البوليسي بتاعتي ان هي تكون كونتكست بيزد. كونتكست بيزد بمعنى مين هو اليوزر بيأكسس عن طريق انهي ديفايس وجاي لي من انهي نتورك وبيعمل اكسس لايه. زي ما اتفقنا في الزيرو تراست احنا مش هنبص على السورس والديستنيشن، مش هنبص على اي بي تو اي بي، ومش هنترست اي سبيس من النتورك. احنا هنبص على يوزر بيعمل اكسس للابلكيشن، وده في الحقيقه كمان بيدينا فرصه كبيره في الفلكسبيليتي بتاعه الكونتكست. زي ما قلنا bring your own device، ان انا انقل عدد كبير من الابلكيشنز بتاعتي الى الكلاود وابتدي اتعامل مع هايبريد كلاود انفايرمنت. كل التشالنجز او الصعوبات اللي انا هواجهها عشان اسكيور الهايبريد كلاود اركتكتشر يوزنج التراديشنال نتورك سكيورتي موديل في الحقيقه مش هتكون ليها اي وجود في حال تطبيق الكونسبت او الابروتش الخاص بالزيرو تراست. طيب شكل الزيرو تراست سولوشن بيبقى عامل ازاي؟ الحقيقه الموضوع بيكون بهذا الشكل. خلينا ناخد 10 ثواني نبص على هذا الشكل وبعدين نشرحه، لان انا برضه شربت ميه. طيب ايه الشكل اللي قدام حضراتكم ده؟ زي ما احنا شايفين على اليمين عندنا الابلكيشنز والداتا، الريسورسز اللي انا في النهايه عايز اعملهم اكسس. الابلكيشن والداتا قد تكون on-prem servers، قد تكون on-prem applications، قد تكون legacy applications، قد تكون SaaS applications موجودة على الكلاود، قد تكون internal applications أنا عامل لها hosting على الكلاود، قد تكون private servers موجودة عندي جوه النتورك. في النهاية it's some resource I need to access. على الشمال على الجانب الآخر عندي اليوزر اللي محتاج يعمل accessing لهذه resources. بحدد اليوزر بايه؟ مش بحدد اليوزر فقط بالايدنتيتي بتاعته ك يوزر نيم اند باسورد، لا انا بحدد اليوزر عن طريق الكونتكست. الكونتكست ده عباره عن ايه؟ عباره عن اللوكيشن بتاعه، الديفايس اللي هو بيستخدمه، الابلكيشن اللي عايز يوصل لها، بالاضافه الى بعض المعلومات اللي هي بنسميها هنا او مكتوبه هنا ريال تايم ريسك، اللي هي بعض الاكسترنال انتليجنس سورسز اللي بتبروفايد البوليسي انجن بتاعنا اللي في النص اللي عامل زي الكلاود ده. هو ده البوليسي انجن اللي بيجمع المعلومات دي كلها وفي النهايه بياخد القرار. القرار بتاع الزيرو تراست بوليسي انجن هيكون قرار من ثلاث قرارات، يا اما everything seems fine، كل شيء يبدو بشكل جيد، فبالتالي I'm going to grant access لهذا اليوزر من هذا الكونتكست لهذه الابلكيشن. ده الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان في شيء يبدو خاطئ، اليوزر ده مش من حقه ان هو ياكسس الابلكيشن دي، اليوزر دوت بيحاول ياكسس من نتورك it seems to be compromised، الهيلث بتاعتها قليله جدا، الديفايس seems to be compromised، الهيلث بتاعته قليله جدا، اليوزر نفسه كايدنتيتي الهيلث بتاعت الايدنتيتي ديت قليله، seems ان اليوزر دوت كمان compromised، فبالتالي I'm going to block the
ده يبقى الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث وهو حاجة في النص، اليوزر تمام داخل من ديفايس يبدو جيد لكنه في الحقيقة بيأكسس من نتورك فيها شك شوية، زي المثال اللي كنت ضربته لحضراتكم اللي كان بيحصل في حالة ان انا بحاول اعمل سيرش على جوجل من خلال في بي ان، فالفي بي ان سيرفر اللي انا طالع منه رايح لجوجل it seems ان الهيلث بتاعته مش افضل شيء ممكن، فبالتالي في الحالة دي الانجن بتاع البوليسي بيبتدي ياخد قرار ان هو هيديني اكسس بيزد على مالتي فاكتور اوثنتيكيشن، هيبتدي يطلب مني او هيبتدي يبعت لي كود على الايميل ريجستر او على الرقم الموبايل ريجستر، هيبتدي يبعت لي او تي بي او سام فيريفيكيشن كود بحيث ان انا افيريفاي ان انا فعلا ام ستيل ذا سيم يوزر، الايدنتيتي بتاعتي ما حصلهاش كومبرومايز، وبعد كده الابلكيشن او الانجن هيبتدي يديني اكسس للابلكيشن. الشكل اللي قدامنا دوت لما نيجي نتكلم عليه في الجزء الاخير بتاع السيشن، لما نيجي نتكلم على frequently asked questions، قد يبدو مألوف الى حد ما، قد يبدو منطقي، وقد يبدو لوهله ان هو موجود، يعني بالتولز اللي موجوده حاليا we can apply or we can reach this context. والحقيقه ان الشورت انسر للبوينت ديت هو في الحقيقه اي ممكن بشكل او اخر بالتولز اللي موجوده within normal context اقدر اعمل، لكن لما بنيجي نبص على applying ده في حالة simple network أو simple organization ده قد يكون سليم، لكن لما النتورك نفسها بتبتدي تبقى complex، عدد الابليكيشنز وعدد السيرفرز بتبقى أكتر ومور scattered، عدد الكيسز بتاعت اليوزرز بتبقى أكتر، عندي internal users ليهم roles مختلفة، وعندي external users، وعندي third party users، وعندي vendors، وعندي ناس بتدخل تعمل support. في الحالة دي كل ما هكبر نقطة معينة مع الستاتيك موديل بتاع securing the perimeter هلاقي ان البروبلم بتاعتي بدأت الكمبلكسيتي بتاعتها تبقى لوغاريتميك مش بس لينير، فبالتالي النيو ابروتش بتاع ان انا اعمل السيستم بتاعي افك كل شيء من بعضه، افك النتورك بالزونز بتاعتها الى مجموعة ريسورسز، مجموعة يوزرز بتحاول تعمل اكسنج بيزد على الكونتكست، ويكون عندي بوليسي انجن قوي قادر ان هو يجنريت او يجرانت او يريفوك الاكسس بيزد على دايناميك رولز اند دايناميك بوليسيز، في الحقيقه هيكون الاحتياج لوجود شيء زي كده محتاجينه اكتر من اي وقت. طيب ده كده الشكل الطبيعي بتاع الاركتكتشر، زي ما هنشوف الاركتكتشر بتاع البيوند كور، وهنشوف الاركتكتشر كمان بتاع الكلاود فلير اكسس. كبير الحقيقه عن هذه الاشكال، فبالتالي نقدر نقول ان ده هو الشكل الجينيريك بتاع اي زيرو تراست بلاتفورم. طيب هاو تو ادوبت زيرو تراست، خلينا نقول خلاص احنا عجبنا موضوع زيرو تراست، عايزين من النهارده نبتدي، او بلاش النهارده خلاص الساعه دلوقتي 6 في القاهره، فهنقول من بكره الصبح عايزين نبتدي نعمل ادوبت زيرو تراست. هاو تو ادوبت زيرو تراست، هنفكر في الموضوع ازاي. اول حاجه زي ما قلت الى ناحيه يمين وناحيه شمال، فعايزين نقسم دول، يعني عايزين نطلع دول، محتاجين اول ستيب ان احنا نايدنتيفاي ابلكيشنز وريسورسز، مين هم الابلكيشنز والريسورسز اللي موجودين عندنا. طيب هنقول يعني اول ما نبتدي نفكر في البوينت ديت هنقول طب ما هو اي حد في النتورك بتاعته انا عارف كل الابلكيشنز والريسورسز اللي عندي. في الحقيقه ده ما بيكونش 100% accurate. ليه؟ لان انا في النهايه كان عندي جوه النتورك بتاعتي انا كنت بعمل secure للبريمتر، حتى لو انا مقسم النتورك segmentation، فانا بالتالي ما كنتش ببقى concerned قوي لو انا عندي one segment فيها 3-4 different user roles وفيها 3-4 different applications، اليوزرز دول من حقهم يأكسسوا الابلكيشنز دي، انا مش concerned قوي هم الابلكيشنز اللي جوه السيجمنت دي 4 ولا 5 ولا 17 ابلكيشن، فده ما انا قافل عليه، هو اليوزرز دول من حقهم يأكسسوا الابلكيشنز، عدد الابلكيشنز زادت عدد الابلكيشنز قلت ما بقاش الموضوع، ما بقتش انا concerned بيها. لكن نتخيل ايه اللي هيحصل بعد applying zero trust، انا هفتح الصندوق ده
وهطلع الابلكيشنز والريسورسز ديت وهبتدي اسكيور كل واحده منها على حده. لكن زي ما اتفقنا انا مش هعمل مانوال سكيورنج، انا هخلي السكيورنج ده يجي اوتوميتد من البوليسي انجن. فبالتالي انا محتاج دلوقتي اعرف هم 3 ولا 4 ولا 17، لان كل ابلكيشن من دول هيكون ليها ديفرنت بوليسز تو بي ابلايد على البوليسي انجن. I'm going to مش هم دلوقتي الابلكيشنز مع الوقت عمالين كل شويه يكبروا وعددهم يزيد ويحاولوا ان هم يعملوا سكاتر، حاجات منهم تفضل في الاون بريم وحاجات تطلع على الكلاود. خلاص مش انتوا عايزين تاخدوا الابروتش ده، انا هفتح لكم الموضوع وهخليكم كلكم كانكم سكاتر، مش فارق معايا انت موجود على الكلاود ولا موجود اون بريم. I'm going to secure you the same way. فبالتالي first step how to identify the applications with resources. هل applications with resources احنا عارفينهم في الحقيقه؟ وده يعني based على previous experience مع اكتر من مكان بدون ذكر اسماء، يعني كان لما بيكون في engagement مع احد الكلاينتس بنبتدي نتكلم معاهم او بنسالهم مثلا عندكم كام ويب سيرفر وذن الانترنال نتورك، عاده كنا بناخد اجابه مختلفه من الديف تيم عن الاي تي تيم عن السوك تيم، وغالبا لما بندخل في عمليه السكاننج غالبا بنطلع باجابه عدد الابلكيشنز الموجوده جوه النتورك عاده بيكون اكتر او مختلف عن الاجابات اللي احنا خدناها من الديفرنت تيمز. فبالتالي عمليه الايدنتيفيكيشن ممكن ما تكونش عمليه سهله ومحتاجه وقت زي ما اتكلمنا احنا بنتكلم على جيرني. الحاجه الثانيه ايدنتيفاينج الرولز والجروبس، ويمكن دول بيكون الايدنتيفيكيشن بتاعهم اسهل شويه. ليه بيكون اسهل شويه؟ لان في النهايه انا عندي within النتورك بتاعتي within البريفيوس فورم اوف اكسس انا عندي اوريدي بعض الحاجات من ديت معروفه وموجوده عندي في الفيدريتد ايدنتيتي مانجمنت سوليوشن، موجوده في LDAP، موجوده في some source or some solution for identifying and authorizing the users. فبالتالي ده شيء موجود، لكن بحتاج ان انا اعمل له ريفاين، لان انا هبتدي ابص تاني على اليوزرز دول هيبتدوا بعد كده يعملوا لي اكسس للنتورك وذن اي كونتكست، وبربط الاكسس بتاعهم مش بقى بالنتورك بس بالابلكيشنز اللي احنا فتحنا الصندوق وعملنا لها سكاتر او فردناها على الاجوارب بتاعتنا. فبالتالي I need to link the users دول بالrules والgroups، مش للnetwork، مش للendpoints، مش للIPs، مش للVLANs، عايز اعمل لهم linking مع الapplications عن طريق الpasses. ودي هي الستيب رقم 3، ان انا ببتدي اعمل link للusers مع الapplications، ولو عندي بعض الrules محتاج احطها او بعض الrestriction على بعض الdevices، محتاج user معين يأكسس الapplication دي من devices معينة برضو I can add. فبالتالي هعمل identification للapps، هعمل identification للusers والrules والgroups، هعمل identification للpolices بتاعة الcontext، بعد كده هapply كل ده على zero trust architecture. ويمكن الstep رقم 4 هي دي اللي بيجي فيها عملية الadoption للzero trust solution. عشان كده زي ما اتفقنا ان احنا عملية التحول للزيرو تراست ابروتش بتبتدي في البدايه ان انا بيكون عندي مجموعه من الاكتيفيتيز انا بعملها قبل ما ابتدي اعمل فعلا بيرشيز لاي زيرو تراست سولوشن. انا محتاج اعمل هوم ورك الاول وذن الانفايرمنت بتاعتي اخليها مناسبه ان انا اقدر اعملها مايجريت الى زيرو تراست سولوشن. ستيب رقم 4 هي دي اللي انا بتكلم فيها على بيرشيزنج السولوشن. ستيب رقم 5 ان انا باابلاي كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها اليوزرز اللي احنا محتاجين اليوزرز على الشمال، الابلكيشنز والريسورسز والترانزاكشنال فلو، الماب اللي بينهم بعمل لهم كرييت اس بوليسز على زيرو تراست انجن. الحاجه اللي بعد كده ان انا اعمل كونتينوس مونيتورنج اند مينتنس للشكل ده، واقدر اتحكم او اقدر اقول هل فعلا ان هو بيابلاي او بيحقق لي الاوبجكتيف الاساسي اللي انا كنت عايز اوصله. دي كده الطريقه اللي احنا بنعمل بيها ادوبتنج للزيرو تراست. طيب علاقه الزيرو تراست مع الماشين ليرنينج، انا عايز اشوف لو في بعض الاسئله. تمام طيب خلينا كده نبص سريعا كده على بعض الاسئله وبعدين نكمل ان شاء الله الجزء الباقي. في
سؤال بيقول in security share responsibility model in cloud how can zero trust assure to be deployed by cloud service provider side given the recent Azure vulnerability. اوكي طيب السؤال ده حلو قوي. ايه العلاقه ما بين الزيرو تراست سولوشن والكلاود سيرفيس بروفايدر؟ الحقيقه ان الزيرو تراست سولوشن نقدر نقول ان هو هيبقى هو الجيت واي للسكيورتي اركتكتشر بتاعنا. يعني انا هستخدم الزيرو تراست ده ان هو يكون الجيت واي لكل الانفراستراكشر بتاعتي سواء كانت على الكلاود او كانت موجوده على الاون بريم. فبالتالي لو انا بتعامل مثلا لو انا I'm going to use for example Cloudflare Zero Trust وانا الانفراستراكشر بتاعتي موجوده على Azure, في الحاله ديت انا هستخدم الشيرد ريسبونسابيلتي موديل بتاع Azure, لكن الجوجل او البيوند كور اللي هو السولوشن بتاع الزيرو تراست هيبقى اندبندنت من الكلاود سيرفيس بروفايدر في هذه الحاله. لكن لو انا اصلا الحاجه بتاعتي موجوده على جوجل وبستخدم بيوند كور بستخدم السولوشن بتاع زيرو تراست بتاع جوجل اللي موجود على النتورك اللي موجود عليها الانفراستراكشر بتاعي, في الحاله ديت انا ممكن ادخل الزيرو تراست سولوشن وذن الشيرد ريسبونسابيلتي, لان في النهايه الزيرو تراست مبني على البوليسي انجن, والبوليسي انجن في بعض الاحيان اي نيد تو كونسيدر هل البوليسي انجن نفسه بيقوم بدوره ولا لا. فبالتالي الشيرد ريسبونسابيلتي قد تشمل الزيرو تراست سولوشن او قد لا تشمل على حسب انا واخد السيرفيس بتاعتي. ايه هي البيست براكتسز؟ وات از ذا بيست براكتسز وذ يور اوبينيون؟ اوكي حاضر, ده سؤال كويس جدا, خليني اجاوب على هذا السؤال في النهايه لما نيجي نتكلم على فريكوينتلي اسكت كويستشنز اللي ليها علاقه, عند واحد من فريكوينتلي اسكت كويستشنز اللي ليها علاقه بالزيرو تراست. After initial access granted, how the trust engine monitor the user behavior to make sure this is not an internal threat or compromised account of 3D party. شكرا جزيلا, سؤال جيد جدا. طيب خلينا assume two scenarios. دلوقتي في user دخل على ال engine بتاعي وبدأ ان هو يطلب access ل application معينة هو مسبوق له ان هو يدخل عليه. فبالتالي ال policy engine هي grant ال access لهذه application. لو هو, وهي دي النقطه بقى المهمه, انا هنا ما عنديش بيدي الميزه, انا هنا ما عنديش lateral movement. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو ما يقدرش من الابلكيشن بتاعت الاتش ار فور اكزامبل اللي هو بيأكسسها من خلال سيرفر معين ان هو يعمل lateral movement للديفايس تاني او الابلكيشن ده. ده بيحصل في حاله الفي بي ان. لو انا اديت له في بي ان اكسس عشان يأكسس ريسورس معين هو بقى موجود جوه النتورك, فبالتالي هو يقدر access بقيه الريسورسز من غير ما يحتاج يوثنتيكيت مره اخرى. لكن في حاله الزيرو تراست لو انا اديت له اكسس لواحده من الابلكيشنز وهو حب ان هو يدخل على ابلكيشن ثانيه, هو في الحقيقه لازم يدخل على الابلكيشن دي ثاني من خلال الانجن, لان مفيش I'm not assuming ان الابلكيشن الثانيه في الاساس السيرفر الثاني مش بيتراست السيرفر اللي فوق. يعني لو انا بتكلم على الديفلوبمنت انفايرمنت واتش ار ابلكيشن, لو انا دخلت على الاتش ار ابلكيشن ما اقدرش منها, المفروض باي ديفولت الاركتكتشر بتاع زيرو تراست مش هقدر من الاتش ار ابلكيشن ادخل على الديفلوبمنت انفايرمنت, لان الديفلوبمنت سيرفر مش بيتراست الاتش ار سيرفر اصلا, فبالتالي اللينك دي اصلا مقطوعه. طب انا عشان ادخل على الديفلوبمنت انفايرمنت لازم ارجع للجيت تاني, لازم ارجع تاني للبوليسي انجن اللي موجود على الزيرو تراست وهو اللي يديني اكسس يقول لي انت من حقك ان انت تدخل على هذه الابلكيشن الثانيه ولا لا. وهنا في الحقيقه الزيرو تراست او البوليسي انجن هيقدر ان هو يتشيك البيهيفير بتاعي, هل انا عمال كل شويه احاول ادخل على ابلكيشنز ثانيه ولا لا, لان هو شايفني, لان الكونكشن ما بين الانترنال سيستمز ما بقاش موجود. ودي برضو نقطه مهمه جدا, شكرا ان حضرتك او حضرتك سالت السؤال ده. فكره ان انا اطبق زيرو تراست وفي النهايه اخلي الابلكيشنز بتاعتي من جوه منفذه مع بعض, انا ما عملتش حاجه. دي نقطه مهمه قوي, ولذلك بنتكلم على زيرو تراست مش بنقول ان هو تول, مش بنقول ان هي سنجل اكتيفيتي. الزيرو تراست اتس ا فريم ورك بيحتوي معاه او محتاج الى جنبا الى جنب مايند سيت. فبالتالي لو انا خليت الزيرو تراست انجن بيدي اكسس للسنجل ابلكيشن
بس الابلكيشن دي تراستد باي انذر ابلكيشن، في حين ان هم ما فيش بينهم كومن كونتكست، يبقى انا في الحاله ديت بايدي بضرب الميزه بتاعه السيكيورتيز. فبالتالي السؤال حضرتك لحضرتك هو ان هامونيتور البيهيفير ازاي على الابلكيشن نفسها. لو انا بتكلم على مونيتورنج الابلكيشن نفسها، في الحاله ديت اي نيد تو امبوز سم تولز فور مونيتورنج الابلكيشن، زي مثلا واف ابلكيشن تبقى على الاب ديت. لكن ان انا هامونيتور ازاي هو بيدخل من الابلكيشن ديت على اذر ابلكيشنز، هو في الاساس مش هيكون مسموح ليه ان هو يعمل ده باي ديزاين. هيحتاج عشان يدخل على اذر ابلكيشن انه يرجع تاني لزيرو تراست، والانجن لو لقاه بيعمل ده بشكل متكرر مباشره هيقلل السكور بتاعه كيوزر. فبالتالي في المره اللي جايه لما يطلب ان هو ياكسس هبتدي اطلب منه مالتي فاكتور اوثنتيكيشن. نفس الكونسبت بالظبط اللي بيحصل لما بدخل الباسورد بتاعتي غلط مرتين ثلاثه. انا مش بقول ان السيناريو دوت في وراه زيرو تراست انجن، انا بتكلم على كونسبت. لو دخلت الباسورد بتاعتي غلط مرتين ثلاثه بيبتدي السكور بتاعي او التراست بتاعتي عند السيستم يقل، فممكن يطلب مني ان انا ادخل الايميل بتاعي اللي هو ريكفري ايميل، ممكن يحتاج ان هو يبعت لي مالتي فاكتور اوثنتيكيشن، ممكن يحتاج ان هو يطلب مني كابتشر وهكذا. طيب ايه بقى علاقه الزيرو تراست بالمالتي فاكتور اوثنتيكيشن؟ اظن ان ده يعني الاجابه، يمكن انا اسف، الزيرو تراست بالماشين ليرنينج يمكن الاجابه دلوقتي بدات توضح، اللي هو الستار اللي موجود في النص ده، الكور اللي هو البوليسي. وجود ماشين ليرنينج الجوريثمز بتدعم البوليسي انجن ان هو يقدر يعمل ريسكورينج لليوزرز، يعمل ريسكورينج للديفايسز والنتوركس، ان هو يقدر ياخد قرار مظبوط امتى يجرانت الاكسس وامتى يمنع الاكسس. الحقيقه هي دي اللي بتاخد الزيرو تراست تو ذا نيكست ليفل. وانا يعني من الحاجات اللي انا شايفها ان الزيرو تراست يمكن لو كان ظهر، او يعني زي ما هو ظهر من 10 سنين، يمكن اللي كان هيخليه بدا يخليه فيري بوبولار دلوقتي هو الادفانس بتاع الماشين ليرنينج والادفانس بتاع الكلاود كومبيوتنج. تراست ماتيور من 10 سنين ما كانش هيبقى ليه نفس البوبولاريتي، لان الانجن لو ما كانش دايناميك بشكل كافي ما كانش هيكون الاعتماد عليه سهل. تحتاج ان انا اتدخل بشكل يومي، اتدخل بشكل مستمر عشان اعمل عمليه الريسكورينج، وبالتالي الكونسبت في الاساس مش هيكون براكتيكال. خلينا كده سريعا نتكلم على ثلاث كونسبتس مهمين او ثلاث مميزات الماشين ليرنينج هتقدر هي تديهم للزيرو تراست. هنلاقي الجزء الاولاني بنقول ان الماشين ليرنينج انيبلز الانتربرايزز تو ادوبت ريسك بيست سكيورتي استراتيجي. نقدر نغيرها او نقدر نعدل فيها على حسب الشكل بتاع البيزنس بتاعنا as it grows. يعني ببساطه شديده انا ممكن في وقت من الاوقات بسمح ان انا اجرانت للاكسس على ليفل معين من الهيلث، لكن ريكويستس بهيلث قليله ممكن ابتدي ارفع مستوى الريسك بتاعي، فبالتالي امنع هذه الكونتكست او هذه الديفايسز من هي تعمل لي اكسس. يعني اقدر الانجن نفسه ممكن ان هو يغير من الطريقه اللي هو يبيهيف بيها على حسب الشكل اللي هو شايفه من الانبوتس اللي جايه. ممكن يديتكت ان دلوقتي الشكل بتاع الديفايسز، ام اكسبتنج، خليني اقول مثال يمكن ما يكونش فيري اكوريت لكن يقرب الصوره، سي ان انا باكسبت الديفايسز وذ هيلث اب تو مثلا 75%، لو الهيلث بتاعه 75% هقبله. بس لو جالي 10 ديفايسز كلهم جايين من هيلث 75% ده هيديني انديكيتور لحاجه اخطر شويه، فهرفع مثلا مستوى الامان ان انا مش هقبل حد اقل من 85% وهكذا. فبالتالي اقدر اعدل الليفل بتاعي او الاستراتيجي بتاعتي بيزد على الريسك ليفل اللي انا شايفه. النقطه الثانيه ان الماشين ليرنينج تقدر ان هي تمكنني ان انا اوصل الى بوليسي الاينمنت ات سكيل، ودي نقطه مهمه الحقيقه. ان جزء الحاجه اللي انا عايز اوصل لها في النهايه ان يكون الانجن ده قادر ان هو يابلاي البوليسز على نيو سيناريوز. يعني مثلا لو انا جالي في وقت من الاوقات انا في
نيو بارتنر بيدخل عندي، فبالتالي انا محتاج ادي للبارتنر ده اكسس على بعض الابلكيشنز وعملت له بوليسي. لما يجي لي بارتنر تاني محتاج ان هو يدخل على ابلكيشنز تانية، المفروض ان الانجن يكون عنده اللي هو الامباورد عن طريق الماشين ليرنينج، يكون عنده قدر من الديناميكيه ان هو يقدر ياخد بعض الرولز اللي انا حطيتها للبارتنر الاولاني ويجنريت بيها البوليسي بتاعه البارتنر الثاني. طيب هل الموضوع ده هيحصل كومبليتلي اوت اوف ماي كنترول؟ اكيد هيبقى اندر ماي كنترول، بس لو ده موجود او الانجن قادر ان هو يديني على الاقل ديفولت او ستاندرد او بلو برينت من البوليسي، الحقيقه هيسهل عليا كتير جدا وهيديني فرصه ان انا انجز الموضوع بشكل سريع، بدل ما انا مضطر مانيوالي ان انا اكرييت ماي اون تمبلتس. لا، انا ممكن اكرييت البوليسي نفسها والانجن ممكن يكون سمارت انف ان هو يجنريت سيميلر تمبلتس اند سيميلر سوليوشنز اقدر ان انا اعملها بوينت. البوينت رقم 3 اللي انا اقدر استفيد من وجود الماشين ليرنينج فيها الحقيقه، وهي فكره الكونتكست. دايما بنبقى عارفين ان الماشين ليرنينج بتبقى شاطره قوي في حته ان انا ابني بيها سيستمز تقدر تتعرف على حاجه مش اكوردنجلي بري ديفايند. مثال الانجنز اللي بتتعرف على الصور او الانجن اللي بيتعرف على الفيس. الانجن دوت انا ما اديتلوش شكل الوش بتاعي عن طريق رولز معينه بري ديفايند رولز، لكن هو بيقدر ان هو يجنريت الرولز ديت بيزد على البريفيوس ليرنينج. بيبتدي يشوف الوش بتاعي مره واثنين وثلاثه وعشره، فبالتالي لو شاف نفس الوش في كونتكست مختلف هيقدر يقول هو ده فعلا صاحب الديفايس ولا مش هو ده صاحب الديفايس. نفس الموضوع في الايدنتيفيكيشن للكونتكست، هل ده فعلا اليوزر هو نفسه جاي لي من الديفايس دوت ومن النتورك ديت ولا لا؟ فبالتالي وجود الماشين ليرنينج هتسهل عليا او هتخلي الانجن قادر ان هو يطبق البوليسيز بذكاء اكتر. هو ده اللي احنا نقدر بنتكلم عليه الكونتكستوال انتليجنس في عمليه الاوثنتيكيشن. طيب خلينا بقى نتكلم على بعض الزيرو تراست سوليوشنز، ايه هي الحاجات اللي موجوده في الماركت وايه اللي احنا الشكل اللي احنا نقدر نعمله ادوبشن، وبعدين نتكلم على او نشوف ديمو على او اكزامبل على هذه الاشكال. اكوردنج لجارتنر، جارتنر بتعمل ايدنتيفيكيشن لهذا العدد من السوليوشنز از زيرو تراست از سيرفيس. ولما نقول زيرو تراست از سيرفيس نتخيل على طول ان هذا السوليوشن هيكون موجود على الكلاود، انا هربطه بالايدنتيتي مانجمنت بتاعي وهحط عليه الرولز الخاصه بالايدنتيفيكيشن، هحط عليه البوليسز الخاصه بالكونتكست وهعرفه على الابلكيشنز بتاعتي، وهو اللي هيكون متحكم في جرانتنج الانجن جرانتنج الاكسس او البريفنشن بتاعه. فبالتالي هذه الانواع طبعا زي اللي احنا النوع اللي احنا هنتكلم عنه اللي هو الكلاود فير اكسس اللي هو رقم 5 هنا، ده بيديني فرصه ان انا اعمل زيرو تراست نتورك اركتكتشر از ا سيرفيس عن طريق ان الابلكيشن بتاعتي بتكون انستولد او الانجن بتاعي بيكون انستولد في كلاود فلير. الاكزامبل اللي احنا بنشوفه النهارده انا عامل فيه او الديمو هستخدم الكلاود فلير انجن از ا سيرفيس هوستد على كلاود فلير عشان يكونترول اكسس بتاعه يوزرز لابلكيشنز هوستد على اي دبليو اس. فبالتالي هنا هيكون انا بستخدم الزيرو تراست انجن از ا سيرفيس من كلاود فلير عشان اكونترول حاجه ثانيه موجوده على اي دبليو اس، واللي موجود على اي دبليو اس هعمل له ماركينج از سيلف هوستد، لان انا مش بستخدم ساس ابلكيشن موجوده على اي دبليو اس، لا انا بستخدم ابلكيشن افترض ان انا عامل لها ديفلوبمنت، هي في النهايه يعني مش ديفلوبمنت قوي، ده مجرد اتش 1 اتش تي ام ال بيج يعني، لكن ايدنتيفايد او نقدر نتكلم عليها على ان هي ابلكيشن او سيستم محتاجين ان احنا نعمله بروتكشن. فبالتالي ده النوع الاولاني او ده الاحتمال الاول الخاص بزيرو تراست سوليوشنز ان انا اقدر اخدها من الكلاود از سيرفيس.
تمام، في اي اسئله لحد كده؟ طيب الابروتش الثاني ان انا مش هستخدم الزيرو تراست سولوشن، خلينا نريفير دي از البوليسي انجن لان هو ده يعتبر الكور، وده مش كل حاجه في زيرو تراست سولوشن لكن نقدر نقول ان هو ده الكور. خلينا نقول ان انا هستخدم البوليسي انجن مش از سيرفيس، انا عايز استخدمه از ستاندرد، عايز اعمل له داونلود او انزله عندي جوه النتورك بتاعتي او جوه ال provided by زي جوجل ومايكروسوفت، اقدر ان انا استخدمهم اون بريم. وهنا يجي ال 1 مليون دولار كويستشن، ايه الافضل ان انا استخدم ستاندرد اون سولوشن فور زيرو تراست ولا ان انا استخدم كلاود بيس سولوشن فور زيرو تراست؟ هنقدر في الوضع ده ان احنا نلست كل المميزات والعيوب المعروفه في اي كومباريزن ما بين الاون بريم فيرسز الكلاود، بما فيها الكنترول فيرسز الريسبونسابيلتي، بما فيها الافرونت كوست versus the running cost، كل العيوب والميزات المعروفة والمشهورة في كل المحافل الدولية، ايه الفرق بين الاثنين دول. لكن في حالة الزيرو تراست الحقيقة نقدر نزود بارامتر آخر أو بروبرتي جديدة تساعدنا شوية إن احنا ناخد هذا القرار. هذه البارامتر أو هذا البارامتر هو قد إيه من الأبلكيشنز بتاعتي موجودة أون بريم وقد إيه من الأبلكيشنز بتاعتي موجودة على الكلاود. ليه؟ لأن في النهاية لو أنا عندي يوزر جوه الأورجنايزيشن عايز يأكسس أبليكيشن جوه الأورجنايزيشن وأنا بستخدم زيرو تراست إنجن أز سيرفيس، which means إن البوليسي إنجن موجود على الكلاود سيرفر روم أو في الداتا سنتر اللي في الدور اللي تحتية، I need to be authenticated من الكلاود وأرجع تاني على اللوكال نتورك. فده أوفر هيد. فلو الكيس إن الأوفر هيد أو إن ده شيء موجود بشكل كبير، فيمكن إن دوت يديني إنديكيشن إن أنا محتاج أروح شوية أو أرجح كفة الستاندرد سولوشن جوه الـ on-prem. على الجانب الآخر لو مش ده الـ common scenario وأنا عندي عدد كبير من الـ applications either self-hosted في الـ cloud، منزلها على Kubernetes cluster، منزلها على virtual machines، منزلها على whatever الشكل اللي أنا عاملها hosting بيه على الـ cloud، أو هي كانت SaaS applications موجودة أو provided من الـ cloud ومعظم الـ users بتوعي scattered working from home و working remotely. الحاله ديت وجود الانجن على الكلاود مش هيسبب لي اي اوفر هيد، بالعكس ممكن يكون انسب وممكن يديني اكسسبيليتي افضل من ان يكون السولوشن موجود از ستاندرد داخل النتورك. فبالتالي احنا بنتكلم على الزيرو تراست سولوشن اللي قلنا ان الكور كومبوننت بتاعته هي البوليسي انجن، لكن اتفقنا ان الادوبشن او التعامل معاه ما بيمثلش 100% من السولوشن. احنا عندنا في ستيبس لازم نعملها قبل كده وفي ستيبس لازم نعملها بعد كده. طيب طيب خلينا نبتدي نتكلم على اول سولوشن وهو النوع الخاص او السولوشن الخاص بجوجل وهو بيوند كورب. بيوند كورب as per الديفينيشن بتاع جوجل، جوجل بتقول ان انا عايز اعمل secure remote access to SaaS and web application and the cloud services without VPN. ولذلك ناس كتير النهارده بتقول او بتسمي ال zero trust، بتقول ان هو VPN less architecture، ان انا هسمح او هخلي users قادرين ان هم يعملوا access لل internal applications من غير ما يحتاجوا ان هم ياخدوا اكسس لكل الانترنال نتورك. وده في الحقيقه بيدينا او بيبين لنا الحلين او النقطتين اللي احنا كنا بنتكلم عليهم. فكره ان انا عايز امنع اللاترال موفمنت، فبالتالي انا مش هدي لحد اكسس على الانتاير نتورك. الحاجه الثانيه انا عايز اديله اكسس بس على
ابلكيشن معينه مش محتاج ان هو يدخل على كل الابلكيشنز او ان هو يبقى بارت من النتورك، خصوصا ان الابلكيشن او النتورك او فكره البرايفت نتورك اللي انا هديله اكس عليها ما بقتش موجوده، لان بقى جزء من النتورك على الكلاود وجزء من النتورك بقى موجود اون بريم. فبالتالي بدل ما اديله مالتيبل اكس. طيب بقدر ان انا ادي كمان ليفل اعلى من الزيرو تراست عن طريق المالتي فاكتور اوثنتيكيشن والسنجل ساين اون والداتا بروتكشن ان كروم. ويمكن منطقي لما بنيجي نتكلم على سولوشن بروفايدد باي جوجل ان السولوشن دوت يكون 100% كومباتبل مع كروم او يكون اسهل استخدامه مع كروم، ده شيء منطقي. فبالتالي لما بنيجي نتكلم عن بيوند كور نقدر نقول ان كروم البراوزر بتاعي هي act as a zero trust client، لان في النهايه zero trust engine دوت it's going to receive some request of approval من context one. الريكوست ده هيطلع منين؟ محتاج يطلع من client application، زي ما هنيجي نشوف مثلا في حاله الكلاود فير عندنا application اللي هي ال WERP، ممكن هي دي اللي نستخدمها as zero trust engine او انا اسف zero trust client اللي بيكون على الانجن، او من استخدام البراوزر مباشره في حاله البيوند كور كروم بيستخدم بهذا الشكل في الشكل. طيب ده شكل الاركتكتشر بتاع بيوند كور انتربرايز. زي ما احنا شايفين برضو على الجانب الايمن عندنا internal web applications موجودة على Google Cloud، عندنا SaaS applications، عندنا internal application hosted on-prem. كل دول اقدر اعمل لهم manual او اقدر اعمل لهم control access اذا قدرت في البداية ان انا اعمل لهم identification وابتدي اعمل لهم set للgroups and roles. الناحية الثانية عندي different kinds of users سواء employees, contractors, partners على اختلاف الرولز والجروبس بتوعهم، وكلهم بيعملوا accessing من خلال كروم. ليه؟ لأن كروم في الحالة ديت هو اللي هي act as the client للزيرو تراست engine. بعد كده بيجي المرحلة بتاعة granting أو preventing الaccess المتمثلة في الجزء الخاص بالnetwork والcloud. اقدر من في المكان ده هو اللي انا هاخد القرار اذا كنت هسمح له ان هو ياكسس الابلكيشن ولا لا، على ومع الاخذ في الاعتبار ان لازم الاكسس بتاع الابلكيشن ده ما يكونش بيسمح باي لاترال لحد تاني، لازم يكون ليست بريفليج وعايز ياكسس ابلكيشن واحده. فبالتالي بجنريت لي توكن يديله اكسس لهذه الابلكيشن فقط على حسب الوقت المسموح ده شكل الاركتكتشر الخاص لبيوند كور. زي ما قلنا هيكون شبه الشكل اللي احنا شفناه في الاساس، لان في النهايه الشكل بينهم او الفرق ما بينهم مش كبير. لو جينا بصينا على another zero trust solution provided by Cloudflare او Cloudflare Access اللي احنا نشوفه ان شاء الله في الديمو بعد دقايق، بنقول ان Cloudflare هي كديفينيشن للسولوشن بتاعها بتقول ان احنا هنشتغل مع اي ايدنتيتي بروفايدر. ايه المقصود بايدنتيتي بروفايدر؟ اي حاجه انا عايز اشتغل بيها، سواء ان انا بعمل ايدنتيفيكيشن عن طريق سوشيال لوجن او اوث، بعمل ايدنتيفيكيشن عن طريق فيدريتد اكسس يوزنج ماي انترنال ال داب، بعمل عن طريق كلاود هوستد دايركتري لليوزرز بتوعي، whatever التكنيك اللي انا بستخدمه الجوجل الكلاود فلير اكسس هيقدر ان هو يكومينيكيت معاه ويقدر ان هو ايدنتيفاي اليوزرز دول، بالاضافه الى بعض الاذر انتليجنت ريسورسز اللي جوجل الكلاود فلير طبعا بيعتمد على انتشاره فيها وان هو بيستخدم او ناس كتير جدا بتستخدمه as protection layer. فبالتالي هو عنده معلومات كتيره جدا عن النتورك والديفايس هيلث من حاجات سابقة، فبالتالي يقدر يبروفايد كل هذه المعلومات اللي كانت collected من other networks. مش بتكلم طبعا عن معلومات خاصة بالnetworks أو خاصة بالapplications، لكن معلومات خاصة بالhealth بتاع النتورك والhealth بتاع الديفايس يقدر يستفيد بيها بالنسبة للengine بتاعه، ويقدر ان هو based على هذه المعلومات مع user identity والdevice والnetwork health، بالإضافة إلى policies اللي احنا هنعملها generate يقدر ان هو يgrant أو local access لبعض الـ users لبعض الـ applications. وبيقولوا يعني based على
الديفينيشن الخاص بيهم، ويمكن الكلام ده ميك سنس بعد الدسكشن اللي احنا اتكلمنا فيها عن الزيرو تراست، ان الكونكتد يوزرز هيقدروا يعملوا كونكشن فاستر اند سيفر ذان الفي بي ان، لان انا هنا حليت مشكله اللاترال موفمنت اللي انا بقى فيها في حاله الفي بي ان. ده شكل ال Cloudflare Access، which seems ان هو يعني نفس تقريبا الشكل اللي احنا كنا اتكلمنا فيه، نفس الفكرة. انا عندي partners، عندي internal employees، عندي identity providers ممكن يبقوا اي حاجة، وعندي في النص engine بتاعي اللي هو Cloudflare Access، وهو ده اللي بيديني grant او preventative access للweb apps. وصل على Cloudflare، وصل على another cloud provider on-prem أو can it access applications زي ما قلت. طيب في سؤال بيقول will using Google beyond core enterprise via Chrome as trust as zero trust agent will expose end user to Google Chrome vulnerabilities. طيب خليني أقول يعني لو أنا فهمت السؤال صح، جوجل كروم vulnerabilities، فانا بتكلم على فكره ان انا كيوزر يحصل لي اتاك. انا كيوزر يحصل لي اتاك ممكن ما بقاش يعني هتبقى within scope او out of scope على حسب الابلكيشن اللي انا بعملها اكسس. يعني مثلا لو انا النهارده بعمل اكسس مثلا ال HR application internal موجود عندي على الانفراستراكشر، سواء هو هوستد اون بريم او هوستد على الكلاود، لو انا عندي في الجوجل كروم بتاعي vulnerability، فبالتالي انا خايف ان تكون الابلكيشن ديت بعض الريسورسز منها اكسبلويت هذه الفولنربيلتي، فانا ببقى خايف في حته الكلاينت سايد من الابلكيشن اللي انا بعملها اكسس. فوالله لو هي انترنال ابلكيشن، فبالتالي الثريت اللي حضرتك ذكرته ده هيبقى موجود بغض النظر عن السولوشن اللي انا استخدمه للزيرو تراست، وحتى لو انا كنت بستخدم زيرو تراست، لو انا في النهايه بقيت خايف من الابلكيشن، فبالتالي هذا الثريت هيكون قائم في جميع الاحوال. Zero Trust بيساعدني ان انا protect الابليكيشن، مش protect اليوزر against الاب. فبالتالي الثريت اللي حضرتك ذكرته هيكون valid وقائم لو ده كانت احد الكيسز. ده لو انا يعني ايه فهمت الموضوع بشكل سهل. طيب سؤال تاني، ايه هو difference بين الـ SASE والـ Zero Trust Agent؟ الـ Zero Trust Agent هو اللي انا بكونكت من خلاله على البوليسي انجن عشان اقدر اخد اكسس او لا على الابلكيشن. طيب البوليسي بقى نفسها او الرد بتاع الانجن ده عليا هو ده اللي متمثل في الاس اي سي. يعني الثلاث ردود اللي احنا اتكلمنا فيهم اللي هو جراند اكسس او بلوك اكسس او جراند وذ مالتي فاكتور اوثنتيكيشن، هي دي الثلاث حاجات اللي بتبقى امبوز بالاس اي سي. يعني نقدر نقول ان احنا يعني ايه الزيرو تراست ايجنت هو اللي بيريكوست، والانجن نفسه هو اللي بيابلاي الاس اي سي عشان يدي الاكسس اول. فنقدر نقول يعني ايه كان هم السورس اوف اكشن والرد على هذا الاكشن. طيب سؤال جديد، سؤال ثاني. تمام كده. طيب كلام جميل. طيب عندنا مجموعة من الـ Frequently Asked Questions عن الـ Zero Trust Architecture، بس خلينا قبل ما نتكلم على هذه الـ Frequently Asked Questions خلينا نشوف الديمو بشكل سريع وبعدين نرجع لهذه الجزئية. طيب كلام جميل. طيب الشكل حضراتكم شايفينه ده، أتمنى تكون السكرين واضحة. احنا في عندنا دومين او عندنا ويب سايت اسمه zero-trust.xyz. تمام، خلينا ندخل عليه كده نشوف الويب سايت ده بيعمل ايه. طيب الويب سايت ده عباره عن ايه؟ زي ما حضرتك شايفين كده، ده HTTPS request هذه الـ instance. الدومين دوت بيرفير في النهايه الى سيلف هوستد ابلكيشن موجود على AWS. الابلكيشن ديت او الدومين ده المفروض ان هو هوستد عليه مجموعه من الـ
الويب بيجز او الويب دايركتوريز اللي احنا معتبرينها ابلكيشنز. فمثلا في عندي ابلكيشن هنا انا قلت ان هي موجوده على هذا السيرفر اسمها سلاش اتش ار. طيب سلاش اتش ار ديت بعتبر ان هي ابلكيشن موجوده على هذا السيرفر، بقدر اعمل لها اكسس عن طريق ان انا بدخل على سلاش اتش ار، فبالتالي قال لي ويلكم تو ذا سيكريت اتش ار. ليه هو طلع لي هذه الريزلت؟ لان في الحقيقه انا اعتبر اوثنتيكيتد يوزر، انا دخلت عملت اوثنتيكيشن. طيب خليني اشوف ايه اللي ممكن يحصل لو انا دخلت من براوزر تاني مش مسموح له ان هو يعمل اكسس. خليني افتح برايفت ويندو هنا واحاول ادخل على زيرو تراست سلاش اتش ار. يعني it's self-hosted application. أنا حطيتها ورا Cloudflare Access، الزيرو تراست انجن بتاع Cloudflare. فالمفروض إن أنا حطيت عليها بعض البوليسز، وزي ما هنشوف دلوقتي يعني في عندي other apps موجودة على نفس السيرفر، هنعمل لها create للبوليسز مع بعض وهنشوف الفرق ما بين هذه البوليسز شكلها. طيب وزي ما اتفقنا في البدايه الديسكليمر اللي احنا كنا بنتكلم عنه، انا مش بروموت سولوشن اوفر اذر سولوشن، انا جاست ديمونستريشن للفكره. طيب زي ما حضراتكم شايفين هنا ده كان اختلاف الرب بتاع الاكسس لنفس الابلكيشن، ذا اكزاكت سيم اب، انا بحاول ان انا اعمل لها اكسس من two different devices. من هنا انا عملت اكسس وعملت authenticate، هنا انا عملت اكسس بس ما عملتش الحقيقه authenticate. طيب خليني هحاول دلوقتي ان انا اعمل authenticate عن طريق ان انا هو هيطلب مني دلوقتي ان انا ادخل. طيب خلينا برضو نفهم مع بعض البوليسي اللي الاتش ار ابلكيشن بيعمل بيها اكسس. البوليسي اللي انا كنت عاملها جنريت هنا بقول الكلاود فلير ان انا عايز ادي اكسس لكل اليوزرز اللي انت بتعمل لهم ايدنتيفيكيشن عن طريق الاونر شيب بتاعت الايميل بتاعك. طيب اي يوزر باي ايميل انا عاملها بهذا الشكل، وده احد الاوبشنز. الاوبشنز الاخرى ان انا ممكن ريستريكت لعدد معين من الايميلز، ممكن ريستريكت لجروب معين كلاود فلير هتبتدي تكونكت على ال ده وتشوف انا وذن هذا الدومين ولا لا، ممكن ريستريكت لايميلات موجوده على دومين معين. فمثلا فور اكزامبل اقدر ريستريكت الاكسس بتاع هذه الابلكيشن ليوزرز فقط الايميل بتاعهم موجود @hr.mycorp.com زي ما هنشوف كمان شويه. خليني دلوقتي بس اوري لحضراتكم الشكل ايه اللي هيحصل في حاله زي الاتش ار ابلكيشن اللي هي انا سامح الاكسس بتاعها لاي حد عن طريق ان هو بيبروفايد الايميل بتاعه. فانا هدخل مثلا هنا الجيميل بتاعي. send me code، اتبعت لي كود. بص على الحالة. دخلت الكود فقدرت ان انا اخد اكسس لهذه الابلكيشن. في النهاية الابلكيشن ديت عبارة عن ايه؟ ده ملف index.html في هذه الستيتمنت. ايه اللي هيحصل لو انا حاولت ادخل على ابلكيشن تاني؟ خلينا نضيف انذر اب ونشوف السايكل بتاعت اضافه الاب بيبقى شكلها عامل ازاي. لو انا جيت هنا عايز اضيف ابلكيشن تبقى بروتكتد بيهايند الزيرو تراست سولوشن، هبتدي اضيف الابلكيشن من هنا. اقدر من خلال هذه الابلكيشن اختار هل هي سيلف هوستد اب ولا ساس ابلكيشن. انا هختار ان هي سيلف هوستد. هيبتدي يديني يقول لي ايه اسم الابلكيشن، خلينا نقول ان هذه الابلكيشن هي جيرا. هبتدي هنا اختار الدومين او السب دومين او الباث اللي بيايدنتيفاي هذه الابلكيشن. الابلكيشن ديت هوستد على نفس السيرفر اللي انا كنت ضايفه من شويه اللي هو 0-trust.xyz على باث جيرا.
فبالتالي اي حد هيحاول ياكسس الباث ده الباث ده should be protected by Cloudflare. طب حاليا واحنا بنتكلم دلوقتي هل الباث ده protected ولا لا؟ لا الباث ده مش protected. لو انا جيت حاولت ادخل هنا على جيرا دخلني على طول مباشره على الاهم. ليه؟ لان انا لسه ما ضفتوش behind the Cloudflare. طب خليني احاول اضيف وافتح another private browsing window عشان ننسى الهيستوري. معلش احنا بنفتح ويندوز كتيره عشان عايزين يعني ناخد اكتر من وضعيه يعني. طيب هنا بيبتدي يسالني ايه هي الايدنتيتي بروفايدرز اللي عندك. اقدر ان انا اشغل او اقدر اكتيفيت على الابلكيشن بتاعي او الاورجنايزيشنال اكونت بتاعي اقدر اكتيفيت مالتيبل ايدنتيتي بروفايدرز الداب ثيرد بارتي او اوف وات ايفر الايدنتيتي بروفايدر اللي انا عايز اعمل له اكتيفيشن. هنا انا مش عامل اكتيفيشن لاي identity provider فبالتالي هو عامل لي activation by default واحد بس وهو ال one time pin اللي هو managed by Cloudflare نفسه. بيشتغل ازاي ال one time pin؟ ان انا بقول له بديله criteria معينه لليوزر اللي هياكسس. اقول له لما يجي حد يوزر يعمل اكسس اطلب منه الايميل بتاعه وابعت له بن على هذا الايميل. طيب اي ايميل ده اوبشن، ممكن اقول له اقبل اي ايميل، ممكن اقول له اقبل ايميلات معينه، ممكن اقول له اقبل ايميلات جايه من دومين او من سب دومين معين، اوف رولز للايميلات اللي هتبقى مقبوله مع هذا الايدنتيتي بروفايدر زي ما هنشوف. طيب خلاص انا كده الموضوع بالنسبه لي كويس، عايز اضيف كاستم اب، كاستم لوجو للاب اقدر اعمل ده، مش انترستد هكمل. طيب خلينا مثلا هنا نقول ان انا هعمل الاو للناس اللي جايين مثلا من انذر دومين هو مثلا دومين تاني بتاعي اللي هو مثلا ايه يوسف دوم. فانا هقول ان هذه الرول هتقبل الاكسس تقبل الايميلات اللي جايه من هذا الدومين. في دومين تاني عايزه؟ لا هو ده بس هذا. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان الرول ديت لو انا حاولت ادخل تاني على سلاش جيرا وطلب مني الايميل ودخلت الجيميل بتاعي اصلا مش هيوصلني بقى لان انا مش من الجروب اللي اصلا يعني ايه هنبص هو مسموح لهم ولا لا او نبعت لهم فين ولا لا. ده اصلا حد مش مسموح له ان هو اصلا مش عامل له فيريفيكيشن. فبالتالي هكمل. في هنا عندنا بعض السيتنجز الخاصه بالكروس هوريجن بوليسي هقدر اسيبها زي ما هي باي ديفولت الديفولت فاليوز بتاعتها. ودلوقتي اصبح عندي انذر ابلكيشن اللي موجود على هذا الباث. طيب لو جينا دخلنا بقى تاني على نفس الابلكيشن احنا شفناه من شويه كان المفروض ان الباس بتاعها كان شغال. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل لو دخلنا على https xyz zero trust xyz slash data اللي كان لسه شغال من شويه قبل ما اضيفه behind الاكسس كنترول الخاص بكلاود فلير واداني الاكسس بتاعه مباشره. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. هنجرب ان انا اطلب منه البن عن طريق الايميل الجيميل بتاعي ونشوف الريسبونس بتاعه هيبقى عامل ازاي. وهطلب منه تاني ان هو يديني اكسس عن طريق الايميل بتاعي اللي موجود على هذا التراستد دومين يوسف دوت نت ونشوف الريسبونس بتاعه هيبقى شكله عامل ازاي. طيب شولنت عادة المفروض ما تاخدش كل الوقت ده بس دي جود ساين يعني ده متأخر كده يبقى غالبا يعني مش هيفاجئنا ويشتغل يعني طبعا هتبقى حاجة مش لطيفة أبدا في وسط الديمو كده إن هو يعني إيه بص بقى إيه اللي هيحصل بقى how did we protect the app وحطينا اللاير والكلاود فلير ومش هيسمح لنا بالأكسس
مطلع لنا ويلكم، مش حاجه لطيفه، فكويس تيجوا تساين هم متاخرين شويه، اتمنى ما يتاخرش ان شاء الله. طيب دي كانت الاتش ار ابلكيشن، خلينا برضو من هنا مفيش ما يمنع يعني ندخل برضو على الجيرا. تمام، هنا لما جيت ادخل على الجيرا لسبب ما معرفش سافر اتاخر شويه، بس هنا لما جيت ادخل على الجيرا طلب مني ان انا ابروفايد اكسس. زي ما حضراتكم شفتوا المره اللي قبليها لما دخلت على سلاش جيرا دخلني مباشره، دلوقتي عشان انا ضفت سلاش جيرا از ابلكيشن طلب مني اكسس، ودي انا حاجه مهمه جدا. انا هنا وكويس يعني ان سفاري ما اشتغلش عشان نشوف النقطه دي تبقى اوضح لحضراتكم. انا هنا انا بالنسبه لي جرانتد ليا اكسس، بس ده ما يدينيش الحق ان انا اكسس انذر ابلكيشن من الجيرا. اي هاف تو فيريفاي، اي هاف تو اوثنتيكيت على الابلكيشن دي، وده اللي بيمنع اللي احنا بنسميه اللاترال. انا ما قدرتش من اب، او مش معنى ان انا معايا الاكسس اب اقدر اكسس انذر اب، مع ان two applications دول هم عبارة عن two apps أو two directories على نفس الويب سيرفر اللي موجود على نفس المشين. The exact same machine بس أنا I cannot pivot. إلا إذا هذه الابليكيشن بقى جوه وأنا شغال مع الـ vulnerabilities اللي أنا قدرت فيها SQL injection وقدرت أوصل للـ database. It's another story out of scope من اللاير بتاعة الـ Zero Trust. وإن كانت قوة الـ solution لو إحنا بنتكلم مثلا في بعض السولوشنز زي مثلا كلاود فلير اللي انا اقدر اعملها انتجريشن مع او بتبروفايد ليا بعض السيرفيسز زي الويب ابلكيشن فاير وول، فبالتالي تقدر كمان تمنعني من ده، اتس انذر ادفانتج وهتكون حاجه. طيب خلينا زي ما اتفقنا كده ندخل الجيميل اكونت ونطلب منه ان هو يبعت لنا كود ونشوف هيقول ايه. طيب انا هدخل هنا على الجيميل بتاعي، واتمنى يعني ان حضراتكم تصدقوني في اللي انا هقوله ده، لان انا مش عارف اثبت لكم ان مفيش ايميل وصل. يعني لو ايميل وصل هثبت لكم ان هو يعني الكود بتاعه، فانا والله ما وصلليش ايميل لحد دلوقتي. ف يعني نحاول تاني نعمل ريفرش، مفيش اي ايميل وصل. خلينا ندخل ايميل تاني. ده الايميل اللي مش مسموح له ان هو ياخد اكسس. فعلا ما وصلنيش الايميل. هحاول ارجع تاني ادخل الايميل اللي كان ودن الدومين اللي كان مسموح له ان هو ياخد اكسس. ممكن يعني حضرتكم تسمع صوت النوتيفيكيشن هنا لما تيجي على الميل، اي نوتيفيكيشن. ما رنش في المرة الأولانية فبالتالي ما وصلش ايميل. طيب ده الكود. تمام دلوقتي دخلني على الجيرا اب، ما بقاش في مشكلة. تالي لسه السفاري لسه ما خلصش، يسيبوها مع نفسه مفيش مشكلة. لو حاولت ان انا ادخل على اب ثانيه مثلا، في عندنا اب ثانيه برضه موجود اسمها سلاش ديف، اقدر ان انا ادخل عليها مباشره. لو ضفت لها بوليسي ان هي سيلف هوستد اب وعايز اعملها بروتكشن، اقدر ان انا زي ما قلت لحضراتكم اقدر اتحكم في الاكسس او السيشن ديوريشن اللي موجوده هنا. بقول له اعمل لي بروتكشن لسلاش ديف development application next. خلينا نعمل رول مش بتسمح لحد ان هو يجوين. ممكن هنا مثلا اختار كونتري معينه، فبالتالي خلينا نقول ايطالي.
ألمانيا مثلا. كده انا هقلعه بالترافيك اللي جاي من المانيا فقط، ان هو يبقى قادر انه يأكسس هذه الابلكيشن. سلاش ديف، ارجع تاني على سلاش ديف واحاول ان انا اعمل جاست ريلود الابلكيشن. الحاله ديت ما بدات ان انا اكون بره هذه الابلكيشن، لو حاولت ان انا اكسس حتى بالايميل اللي هو الجرانتد مش هيبعت لي اي ايميل، مش هيكون مسموح لي ان انا اكسس. ممكن طبعا لو انا غيرت من هنا الفي بي ان ودخلت على المانيا اقدر ان انا اخد هذا. لكن طبعا انا مش عايز اعمل ده. فدي كده كانت ببساطه الشكل او الفكره الاساسيه بتاعت التعامل مع هذه التول. طبعا في اوبشنز كتيره جدا نقدر نتكلم عليها، زي المانجمنت بتاعت التيمز، المانجمنت بتاعت الديفايسز. لو انا عايز اخلي في عندي بعض الايدنتيفايد ديفايسز، ودايما نخلي في بالنا ان انا مش بخلي trusted devices، مش هيبقى عندي فكره trusted devices. ممكن يبقى عندي known devices اعمل لها verification، ال unknown اصلا مش هدخل في السايكل بتاعي. دي نقطه مهمه جدا في فكره ان انا بايدنتيفاي يوزرز، بايدنتيفاي ال devices، مش عشان اخليهم trusted بس عشان انقلهم من مرحله ان هم denied by default ان هم يبقوا questionable. طيب في سؤال تاني، is the requirement for application to be supported compatible with zero trust solution؟ لا الحقيقة لا، ما فيش أي requirement. ويمكن يعني إيه الـ applications اللي موجودة ديت، هي ببساطة يعني حرفيا هي مش أكتر من folder اسمه HR موجود جوه السيرفر جوه السطر ده. فما فيش، فهي مش application، بس أقدر من خلال الـ الشكل بتاع الـ policy engine اقدر اتعامل معاها على ان هي application. ففي النهايه الكنترول كله بيتم من خلال البوليسي انجن. الابلكيشن نفسها مش حاسه بده، حتى الابلكيشن نفسها ممكن تكون ما فيهاش HTTPS او ما فيهاش certificate، وكمان كل دوت يبقى provided من هذا الانترفيس او من الزيرو تراست سولوشن. ده كده كان ديمو سريع على احد التولز بتاعت الزيرو تراست اللي موجوده ونقدر ان احنا نستخدمها. باي ذا واي السولوشن دوت فور فري اب تو 50 يوزر، فبالتالي لو اي حد عايز يجربه بيدخل يريجستر ويكرييت اورجانيزيشن ومعاه لحد 50 يوزر يقدر يستخدم الانفايرمنت بشكل فري. طيب سريعا بعض الفريكوينتلي اسكت كويستشنز اللي بتيجي دايما على الزيرو تراست اركتكتشر. السؤال الاولاني، ممكن نعمل الحاجات ديت؟ يعني من الواضح ان الزيرو تراست بيدي اكسس وبيمنع اكسس. طب يعني في الاخر يعني ما الفاير وول بيعمل كده او الاي بي اس او الاي دي اس بيعمل كده، ايه الحاجه الجديده؟ الحاجه الجديده الحقيقه هي الليفل اوف اكسس. يعني كل التولز اللي موجوده في الاخر هي بتمنع وبتسمح، لكن في النهايه الليفل اوف اكسس، ان انا ابريك داون الاركتكتشر بتاعي بدل ما هو ديفايسز واي بيز وسيجمنتيشنز، اعمل له بريك داون للحاجه اللي احنا عايزين نوصل لها في النهايه، ان هو جروب اوف يوزرز بيحاولوا يعملوا اكسسنج لجروب اوف ديفايسز، وودي الاكسس السماح على الليفل بتاع الابلكيشن. هو ده الشيء الجديد اللي موجود في زيرو تراست. سؤال تاني من الاسئله المتكرره، زيرو تراست بتريبليس ايه؟ يعني النهارده لو انا هحط زيرو تراست، هدفع فلوس في زيرو تراست، هشيل ايه من عندي من النتورك كريسورسز؟ اقدر اشيل فاير وولز، اقدر اشيل في بي ان سولوشنز، او استخدمهم، او يعني اعيد استخدام. يعني دايما فكره الفي بي ان هو الزيرو تراست بيريبليس الفي بي ان بشكل كامل، او ممكن يبقى كومبليت ريبليسمنت للفي بي ان الا اذا انا محتاج استخدمه في حاجه ثانيه. لكن باي ديفولت الزيرو تراست بيديني نفس الفكره اللي هي اكسس اني ثينج from anywhere based على مجموعة policies. حاجة تانية اللي can be replaced by zero trust architecture، أو بلاش نقول can be replaced، لأن ممكن zero trust يقوم أو يديني نفس الفانكشناليتي بتاعتها هي. ولذلك في طبعا بعض عدد كبير من
الابروتشز ازاي استخدم الزيرو تراست مع الفاير وول، لكن انا بتكلم على الكور فانكشناليتي بتاعت الزيرو تراست فيرسز الكور فانكشناليتي بتاعت الفاير وول. نقدر نقول ان الزيرو تراست بيلعب في المنطقتين بتوع الفاير وول والبي بي ان. السؤال اللي بعد كده، الموضوع بيكلف قد ايه؟ التكلفه بتاعته قد ايه؟ الحقيقه احنا بنرينج من حاجات، يعني الحاجات اللي هي كلاود بيست بقدر ان انا ادفع بير يوزر، عاده بيكون الكوست زيرو تراست اركتكتشر مش بتكون كبيره لو انا عندي هايبريد موديل. يعني لو انا اوريدي عندي بعض الابلكيشنز بتاعتي او جزء من الانفراستراكشر بتاعي اوريدي انا عملت له موفمنت للكلاود، واوريدي جزء من الكوست ستراكشر بتاعي بقى pay as you go، فبالتالي ان انا adding one more service زيرو تراست ممكن الكوست بتاعتها ما تبقاش عالية قوي، خصوصا لو احنا بنتكلم على زيرو تراست من كلاود بروفايدر هو مع، او انا اوريدي عندي بعض السيرفيسز من خلاله، زي مثلا لو انا عندي بعض الكلاود فير سيرفيسز adding زيرو تراست سولوشن ممكن ما يمثلش بالنسبة لي كوست كبيرة، لكن طبعا الاون بريم سولوشنز بتكون الكوست بتاعتها عالية. طيب اللي انا اقصده من فكره الكوست، مش الكوست مش هتكون هي الشيء، او ثمن السولوشن مش هيكون هو الشيء اللي هو العالي جدا اللي يمنعني ان انا اتجه الى الزيرو تراست، لكن في كتير من الاحيان ممكن يكون الحاجات اللي انا محتاج اعملها من ناحيه ايدنتيفيكيشن الابلكيشنز، ايدنتيفيكيشن اليوزر، سيتنج رولز، ممكن يكون الايفورت ده هو اللي محتاج انفستمنت اكبر من ثمن السولوشن نفسه بعض الاحيان. طيب البوينت اللي بعد كده، does it worth؟ الحقيقه الاجابه يمكن على السؤال دوت، يعني يمكن اكون انترستد ان انا يعني ايه اشوف اجابه هذا السؤال من حضراتكم اكتر على الديسكشن او الجزء الخاص بالكومنتس. does it worth ولا لا بيزد على اللي احنا قلناه؟ مش عارف الحقيقه راي حضراتكم ايه، لكن لو انا بالنسبه لي على الرؤية الشخصية أقدر أقول إن كل ما الابليكيشن أو كل ما السيرفيس بيكبر، وكل ما السيستم بيبقى مور كومبلكس، وكل ما الابليكيشنز بتسكتر واليوزرز بيبقوا يشتغلوا من أي مكان على أي ديفايس، هيبقى الاحتياج للزيرو تراست أبروتش أكبر، إلى أن نصل إلى درجة إن الزيرو تراست أبروتش هيكون هو الحل الوحيد. I cannot afford any more fine-tuning the old approach until إن أنا أجيب أو أوصل للليفل بتاعي دوت، هلاقي إن الكوست والإيفورت اللي بيدفعه كبير جدا، فبالتالي لو كملنا في نفس الباث اللي إحنا فيه دوت هيكون الاحتياج للزيرو تراست كبير جدا، فبالتالي هتكون الانفستمنت مقبولة جدا بالنسبة للأوت. السؤال الخامس وهو يمكن السؤال الأخير، هل الزيرو تراست اتس جاست ا ماركتنج باز وورد؟ في بعض الناس بتقول ان هي يعني ايه اتس جاست باز وورد، حاجه جديده الناس بتحاول ان هي تسوق بيها البرودكتس، لكن في النهايه بغض النظر عن الكلمه نفسها هل هي ماركتنج باز وورد، هل هي حقيقه فعلا احنا بنتكلم فعلا عن حاجه، او حاسين ان فعلا الموضوع في النهايه هينتهي الى زيرو تراست، بغض النظر عن الكلمه اللي يهمنا اكتر هو الكونسبت التطبيقي، اللي هي فكرة ان انا ابص للنتورك بتاعتي بالشكل الموست جنرال اللي هي موجودة فيه وابتدي اجرانت وبريفنت الاكسس بيزد على الكونتكست، هو ده الكونسبت بيهايند الزيرو تراست، وهو ده الابروتش بغض النظر الكلمة كانت ماركتنج باز وورد او ما كانتش، لكن هو ده في النهاية اللي احنا محتاجين ان احنا نبص عليه. دي كانت البوينتس الاساسية اللي احنا حبينا نتكلم فيها. في سؤال أخير هناخده قبل ما نختم. As per my understanding, it seems that zero trust solutions is a modern and granular way, 100% صحيح جدا granular way of identity and access management solution, but it will not mitigate application existing weakness and vulnerabilities. Is my understanding correct? 100% correct. 100% correct. في النهاية كل اللي أنا بحاول أعمله إن أنا بسهل المونيتورينج، بسهل granting وpreventing الاكسس للابليكيشنز بتاعتي من اي مكان، بحيث ان هيبقى، يعني خلينا نقول ان بعد الامبلمنتنج بتاع الكوريكت
زيرو تراست سولوشن مش هيبريفنت في حد ذاته زيرو تراست، مش هيقدر يعمل لي بريفنشن ان يحصل اتاك على ويب ابلكيشن هي في الاساس فولنربل، لان في النهايه لو الابلكيشن فولنربل اي كانوت هيلب ات، في الاخر هيحصل لها اتاك. بس اتليست لو بقى عندي ابلكيشن كومبرومايزد العدوى مش هتنتشر، الابلكيشن كومبرومايزد اليوزر او الاتاكر مش هيقدر بسهوله من خلالها يوصل الى اذر ابلكيشنز. ده يمكن الحاجه اللي هتقدمها الزيرو تراست. ولو احنا يعني نيجي كونكلود الكلام اللي احنا قلناه، زيرو تراست في البدايه هيديني طريقه اسهل ان انا اجرانت الاكسس لليوزرز بغض النظر عن المكان والديفايس، هيديني طريقه افضل لمونيتورنج اللي بيحصل على النتورك، هيديني طريقه مور فليكسبل مور دايناميك فور جرانتنج اند ابلاينج البوليسز، هيحميني، ودي يمكن من اهم البوينتس في زيرو تراست، هيحميني من اللاترال موفمنت. صحيح مش هيحميني من السنجل فولنربيليتي زي ما حضرتك تفضلت في السؤال، مش هيحميني ان ابلكيشن فولنربل يحصل لها اتاك، بس هيحميني ان هذا الاتاك ينتشر الى بعيد النتورك، لان انا بدات اتعامل مع كل بارت من النتورك ان هو سم ايزوليتد بارت، ما اقدرش من خلاله ان انا الجا الى مكان اخر. دي يمكن البوينتس الاساسيه اللي احنا بنتكلم فيها عن الكونسبت بتاع الزيرو تراست. الامبلمنتيشن بتاع الزيرو تراست زي ما اتفقنا اتس نوت ا سولوشن تو بيرشيز، اتس ا فول جيرني، حاجه محتاجين ان احنا نبتدي فيها عدد من البراكتسز، وورا هذه البراكتسز وده الاهم مايند سيت بتبليف في الفيتشرز او البنفيت اللي موجود من الزيرو تراست، وحابه ان هي فعلا تتجه لهذا الشكل او هذا الابروتش، لان في النهايه احنا بنتكلم على حاجه بتغير كتير، مش بس من الطريقه اللي احنا بنبص بيها للنتورك بتاعتنا، لا للطريقه اللي احنا بنديزاين وبنوبريت بيها كمان الدي تو دي اكتيفيتيز. الموضوع ممكن ما يكونش الامبلمنتيشن بتاعها مش هيكون في يوم وليله، لكن داز ات وورث، هل الموضوع هيحصل له امبلمنتيشن سونر اور ليتر؟ يمكن اكون سعيد يعني لو انا قريت دوت في الكومنتس بتاعت حضراتكم. خلينا نقول ان هو it seems ان هو جاي امتى، ممكن ندبيت او ممكن ندسكس في هذه البوينت، لكن لو بقت الامور على ما هي عليه وبقى الحال على نفس هذا الوضع والناس كلها متجهه الى ريموت وركينج وورك فروم هوم وهايبريد كلاود وميكسد انفراستراكشر، فبالتالي زيرو تراست يلوح في الافق على ان هو حل مناسب جدا للكثير من التشالنجز والمشاكل اللي ممكن نواجهها في هذا الشكل. بهذا البوينت نوصل لنهاية هذه البرزنتيشن. شكرا جزيلا لوقت حضراتكم، خلصنا يعني الحمد لله بالضبط اون تايم. شكرا جزيلا، سعدت بوجودي مع حضراتكم في هذه السيشن، ولو في عند حضراتكم اي اسئله الابلكيشن هتكون موجوده ان شاء الله، اكون سعيد في تلقي اي اسئله او اي كومنتس من حضراتكم. شوف حضراتكم ان شاء الله على خير في سيشنز مقبله. دمتم سالمين، شوف حضراتكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا.